بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرة Assessment of the Cardiovascular System. عنوان المحاضرة النهاردة بعنوان Cardiac Symptoms. أنا زميلكم دكتور أحمد دسوقي، مدرس قسم كارديولوجي في جامعة عين شمس. أهلا بيك. أعرف أساميكم كده سريعا. سارة، محمود، أحمد. أنت قاعد ورا ليه يا أحمد؟ تعالى 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 طيب ال يعني لو احنا دخلنا على كارديو بيشن في لاند شورت او لاند لونج، لازم البوينتس دي كلها تو بي فورفيلد. ال 10 نقط دول لازم نضافهم سواء بالسلب او بالايجاب. يعني لازم اسال عن الشيسبين بالتفصيل، لازم اسال عن الانتربريتيشنز، لازم اسال عن الهرموني ديس كونجيشن، سيستميك ديس كونجيشن، لو كارديك اوتو سيمبتومز، ساينوزس، سينكوب كارديك انفلاميشن، هايبرتنشن، اندروماتيك هيل. طب يعني العيان هارت فيلير واضح وصريح، لازم اكون فيل او لازم اكون فيل. طب العيان من طفل وعنده 6 شهور تسال يعني وتقول للاكزامينر والله مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا، يعني انت وانت بتاخد هيستوري فيرنس اليس هتبتدي بالمثلا كومبلينتيشن والاناليسيس والحاجات المتعلقه بيه، وبعد كده تمسك واحده واحده من دول وتقول نو 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 ماشي. كل لو ما قلتهمش هتنقص، لو قلتهم انت كده يبقى انت سالت عليه. تمام. الشيست بين او العرض طبعا هو اكتر عرض بتاعته في الطوارئ او في الاعداد، يعني له نوتريشنز كتير، انجينا ميكوريك فاكتور وادر اسكيميك كارديوفاسكولار ايمرجنس هنتعرض عليها، ونون اسكيميك كارديوفاسكولار وقانون اللي هو اكيد سايكوجينيك نيوفاسكولار، كل الكلام ده انا عندي عليه سريع. الانجينا معروفه يوشوالي سوستيلر شيست بين بيبقى راديين للشيست، شولدرز، نيك، جوز، ارمز، ويبقى ديب سنسيشن. يعني العيان بيقول لك في بريشر كده او انتنس بريشر، حتى مكتوب صور حتى المراجع ان حد بيبقى ماسك صدره كده بقفشه، مش موضوع سوبرفيشال، مش حاجه تندر لو داس عليها ايديه. والديوريشن ما يقلش عن دقايق، يعني قاعد هنا عمال ميتابلايت تتجمع والانتين تتجمع ويعمل سيمتومز، ده بياخد مينتس وهيروح برده بعد دقايق. يعني قصدي الوجع اللي يجي لمحه كده ويروح، لا ده مش كارديك بين. تمام. معاه اسوشيتد اوتونوميك سيمبتوم زي نوزيا، بومبنج، دايكريسيس، بالر. العرض المهم جدا ان هو بيزيد مع الاكسرسايز والايموشنز وبيريليف والريست مع النايتريت. يعني لو احنا افتكرنا في الاوروبيان سايت كارديولوجي الستيبل انجينا، كل البين اللي هو ريسبرستيلر ويزيد بالتايت سنسيشن وراديشن فوق وتحت بتاع ده نقطه، كونه بيزيد بالاكسرسايز دي نقطه، كونه بيريليف بالمانتريس والريست دي نقطه. لو خدنا الثلاثه كده بقى دي بالفيستين. تمام. لو خدنا اثنين بقى دي بالفيستين. لو خد واحده بس ده نون كارديو. تمام. يعني ساعات كده نيجي يبان لها والله ده تيبيكال شيست بين، ليه بقى تيبيكال؟ ريتروستيرنال وكومبريسنج وبتاع. طب له علاقه بالاكسرسايز؟ لا. طب راح لما البيشنت خد لينترا؟ لا. ده مش ده 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 اقرب للنون كارديك منه بكتير. تمام. امتى اقول على العيان ده انستيبل جنرال؟ خاصه اثناء السليب او ريست، او لو في انكريس في سيفيرتي او فريكونسي. لو نرجع برضه للاوروبيان سايت كارديولوجي، الارستيم انجينا كنا بنقسمها الى ايه؟ كريشنتو انجينا اللي هي بتزيد زادت في اخر اسبوعين، او نيوموتيك انجينا صح؟ او ورسنينج اوف بيجيس انجينا، او انجينا كريسيس. بس تمام؟ لازم اكون متفق نفس الكاركترفيزيا الانجينا، الديوريشن بتبقى طولتها عن ربع ساعه كتب كانت لها نص ساعه، تحصل سبونتينيوسلي اوفن السيكولي اوف ارستيم انجينا وبتريليف مع المورفيا او مع سكسس الريفيوجن للبروكت كورونري ارت. طب هل في حاجات تانية نون اسكيميك او يعني تديك بين جاي زي الاسكيميا دي ريليت للكارديو ماسكولار سيستم؟ زي الاورت كيستينوزس ده هيعمل اعراض زي الانجينا. طب الوول بتاع الميكاردن هايبرتوفايل حتى لو الكورونرز كويسه بيوصلين نورمال بلاد فلو،
بس اللي هتلاقي الفيشن بيشتكي الاوت انرجيشن برضه بنفس الميكانيزم عشان الهايبرتروفي بتاع اليوم المصري. فهو بيحصل هايبرتروفي الاوت انرجيشن بيحصل دايلاتيشن اوف هايبرتروفي بنسميه اكسنتريك هايبرتروفي، فده برضه بيزود الماسل ماس فبتحتاجها مور بلاد سبلاي. وكمان اوت انرجيشن لو حطيت هنا هقول لك بيحصل نوكتورنال انجينا. ليه بقى؟ لان مع الفريديكارديا اللي بتحصل ديورنج سليب الدايستوليك بلاد بريشر بيوقف، واحنا عارفين ان الكورونري اصلا الكلينج بتاعها سيستوليك ولا دايستوليك؟ دايستوليك. تمام، يعني قصدي الراجل اللي عنده اورتيك فيبريشن هيجيله سينتوس مع الهارت ريت السريع ولا مع الهارت ريت البطيء؟ البطيء، لان هو مشكله الاورتيك فيبريشن عندنا هاي سيستوليك ولو دايستوليك. فكل ما انت هتزود بريديكارديا كل ما انت بتدي وقت للدايستوليك فيبريشن هو ينزل، صحيح. والكورونريز هي الحاجه الوحيده في الجسم اللي معتمد على الدايستوليك بلاد فلو. ليه بقى دي معتمده على الدايستوليك بلاد فلو والكورونريز ليه مش سيستوليك؟ يعني البرين مثلا سيستوليك، الكيدنيز في سيستوليك، اشمعنى الكورونريز في الدايستوليك؟ بالظبط، ما هو القلب هو اللي وقت السيستول البريشر جوه القلب الكابيلاري بريشر اعلى من الكورونريز، بدليل ان هو بيضخ الدم ليه. فالكورديوم او الليفت فيسكل هو الاورجن الوحيد في الجسم اللي البلاد فلو بتاعه مينلي دايستوليك. تمام، الجيوباتيك هايبرتروفي سب اورتيك ستنوزز برضه بيعمل هايبرتروفي. الالكو فور هايبرتنشن برضه بيبقى فيه هايبرتروفي. السيفير انيميا والهايبوكسيا، ودي من الاسباب المهمه جدا جدا، يا معينين قلنا وتيبيكال انجينا تبقى عضو وشيست بين ويزيد مع الايفورت وريليف، وانت اتلخمت بقى وقلت طب اسحب لي ترمونين وسي في دوتر وام بي واعمل لي كرياتين ودي اسبرين وفلابكس تحضير القسطره وبتاع، والعيان ما اتحسنش وقاعد بينزف وانت مش واخد بالك. بالعكس الاسبرين وفلابكس بيدهوروا الدنيا زياده. فالسي بي سي او الاكزامينشن الانيميا عموما الفالور ده مهم. الهايبوكسيا برضه ياما ناس كانوا بيشتكوا هم اساس السيروبيين، لو صفتهم هيبوكسيا هيحسسهم. التاكيكارديز عموما برضه دي اللي بتزود الماكاردي اوكسجين ريبام. البالمونري هايبرتنشن بيعمل لود على الرايت فينتركل، والرايت فينتركل بيبقى هايبرتروفايد وبيحتاج مور اوكسجين ريبام. فكل الحاجات دي بنسميها كاردي فاسكولار اسكيميك اوريجن نتيجه ريليتيف لو بلاد فلو. طيب هل في برضه نون اسكيميك بينز ريليت للكاردي فاسكولار سيستم؟ الاورتيك دايسكشن، ودي حاجه فيتك. عيان يجي لك الاستقبال بصالح اكسكريتنج تشيست بين لايف بايت او تيري، يقول لك منشار كده مايجريتنج، يعني كان بدا في ظهره وبعدين رجع من ظهره نزل على رجليه او نزل على ايديه، ده دايسكشن سارع في كل جدار الاورطه ونازل على البريت. فريكوينتلي هيمودايناميك انستابيليتي، لو العيان ممكن يبقى يجي له كارتينيا شوك او حاجه، خصوصا لو حصل ايه بقى؟ تامبونات او فورس اليومن لوحده مش هيعمل كارديان شوك، مش هيعمل شوك. انما لو عمل اكيوت او اورتيك ديستريشن او لو عمل بريكارديال تامبونات دول هيدخلوا عنده شوك. انما فورس اليومن هيوصل قد ايه؟ هياخد قد ايه يعني نص لتر يعني فورس اليومن؟ لا، هو كارديان شوك بتحصل مع الدايسكشن في حالتين، البريكارديال تامبونات والاكيوت اورتيك ديستريشن. ويل بالظبط. appearance of shock with normal or elevated blood pressure. هو ليه اصلا معينين ان الاورتيزيشن عندهم هاي بلاد بريشر؟ هو البريسبتيتنج فاكتور اصلا للدايسكشن هو الهاي بلاد بريشر. يعني البريسبتيتنج فاكتور اصلا بيبقى الناس دول هايبرتنسيف بعنف، صح؟ يعني اهم اسباب الاورت ديزيشن هي طبعا رقم واحد الكولاجين ديزيز والمرتين والحاجات، رقم اثنين الهايبرتنشن. اكسنت اور ان ايكوال بريترا بولسيشن، ودي حاجه مهمه جدا. يعني اوعى يجي لك عيان يشتكي من سنترا تشيست بين ويقول لك ايديا اليمين متلجه، ده اورت ديزيشن. طب هيكون ايه تاني؟ تمام؟
وده من السيمتومز كده يعني، حتى في التليفون كذا وشيك من ايديك او تكزامني البلسيشن ما تلاقيش ريديا باص على ناحيه. طيب ما خلاص مشكله ان انت لو مش اخدتش في العيال ده وانت في الطوارئ هتعملوا عليه مشكله في سبين. سبينك يعني ايه؟ يعني اسبرين بلاجيتس وكليكسان، يعني العيال مات لو خد الحاجه دي. تمام؟ فانت شيست بين دايرك في الطوارئ، يو هاف تو اكزامين البلسيشنز اول من اول ريديال هنا ريديال هنا دورسالس هنا دورسالس هنا، وتاكد ان العيان ما عندوش سايد اوف بريفرال سكين. اولا هو لو مستني كونفشن لان البين هيعمل له هايبرتنشن اكتر. تمام؟ هو عموما سكسيتك اوفر سيميليشن يعني قصدي الضغط اللي هو بالنسبه 120 80 ده هو عين كورونا بتعود على ضغط 200 ده بالنسبه له واطي قوي. طيب في بقى حاجات نون سكيمك برضه البيركاردايتس، ودي يعني ياما بنشوفها شارك اوردر سيتو ستيرنا بيركورديال بين راديتنج الترابيزيس ريتش من هنا عند الرقبه الوجع من السمع دي ابرابيتد باي حركه متعلقه بالبيركارديال يعني انسبيريشن كامينج ريتمنتي روتيشن ولكن باي سيتنج ابرايت ولينينج فورورد. تمام؟ وبيليد بالانجوزكس والانتي انفلاماتوري ميديكيشنز. تمام؟ بياخد النون سترويدال كاتفلاك او الايبوكس بيبقى المايكرو فاكو بلاس ليفت انتيريور ريرلي ليسرال بين وبالغ الكاركتر ولاست مينتس نوت اورز. وجع يعني يقول لك هنا حاسه في سيتي كده مش دي مش سكان. هو سببه ايه اصلا الباتش الرابع بس بيعمل فين ليه؟ بيشد على الباتيريا اللي بطل. تمام؟ instantaneous also known as the read response. وبرضه البيشن كاركترستكس غير بتاع السكان يعني ما تفهم بس اتوقعه ايه؟ بيبين بيشن من 15 ل 25 سنه بقالها شهور بتشيل من الكتف في سبين كده غير مكسره ولفت على دكتور قال لها ده وجع في المعده ده رفعت على دكتور تاني مش عارف ايه بقالها شهور دي ان شاء الله مش حاجه خطيره يعني قصدي اللي انت بتحط ريسك بروفايل العيان في الاول يعني العيان 60 سنه ضايبتها هايبرتنس جاي لك بيشيل من سبين غير البنوته اللي عندها 15 20 سنه بتشيل لك من سبين. تمام؟ كل لو عملنا ايه هيبقى حاجه خطيره ان شاء الله. طيب هل بس البيت هنا كارديو فاسكولار بس؟ لا يا دكتور من حاسس بوجع في القلب. لا يا سيدي هو هنا مش القلب بس، هنا في حاجات ثانيه ممكن كارديو اسكيميك وكارديو نون اسكيميك زي الحاجات اللي قلنا عليها ممكن حاجات ثانيه مش كارديو يعني البلمونري كوليزم هو ده اللي هيعمل لك شيست بين صح؟ نتيجه ايه؟ بالفلوريز اللي كان موجود معاه النوموسور ده مهم برضه من اسباب الشيست بين ولو ما سبت الحاجه ميته حتى بيكتب الديزامنيشن بيكتب الديزامنيشن هتسمع ايه الانتري الناحيه دي كويس الناحيه دي مش مسموع بالبشر هتلاقي ايه؟ هايبر ريزونس او ديفينيتيف ريزونس واكس راي بتعمل في خمس دقايق اي مقاومه هتشخص نيمونيا وسبرورج موفمنت ماشي اي بلوريسي ممكن يعمل في سكين يخش معانا في الديفينيشن ريزونس. تمام البريتيك بين ذا بيسرا بين ايزن الانفيريور بورشن في الدورا مي سبستيرن او راديشن للقصه المارجن على حسب الافكت الدورا مي يعني لو نمونيا بتبقى اللوبر نمونيا بتاخد الفلورا اللي جنبها. لاست جريتر ذان 30 مينتس اوف الاوبرشن فاشي ويك اسوشيتد ديسني وورسن ويز انسبيريشن دي حاجه مهمه ريليف ويز تايم او ريست او برونكو دايليتورز لما هعالج الفرد ماشي. طيب هنا برضه في الاسوفيجاس الاسوفيجاس باس مهم ان هو ريليف ديزاين تو ريسك يعني ودي يعني ولما باخد ادويه القلب بستريح هو الاسفنج بس كده وكده حريف بالنيتريت لانه الفنجس في الاول في الاخر هو سموث ماسلز زي ما النيتريت بتريليف السموث ماسلز في الكورونا هتريليف السموث ماسلز في الاسفنجس. هو سبستيرنال بيسرال بريشر بين راديز يعني ريسك بستيرنال برضه ديوريشن بيقعد ساعة سبونتينيوس بروموك بالكولد ليكويد ساعات بيزيد مع الاكسرسايز ومشابه للانجينا زي ما قلنا.
الجيوت او الخلفسيونيا نفس الكلام سامسترر والجاستر البريل يراديسة ويبقى حرقان بيبقى كده بفم المعدة كده زي الكلام اللي عايمة بيقولها ديوريشن من 10 دقايق 60 دقيقة بروبوك دبير التنفسي او جلاك وفور يقول لك لما بجوع الوجع بيزيد اكل الوجع بيستريح ماشي دي ريليف مع الفود والانتاسيس ماشي البيتك أرسل سابسترنر بجاستر بريشر أو بيرن بين وبيقعد لساعات برضو البيتك أرسل ريليف بايلك وفود والأسيد الفود ريليف الأساسيس والأكل ده عشان معانا في الديشن فيروس البيرياري ديزيز برضو ممكن يدينا أعراض شبه القلب ممكن يعني ممكن هو صحيح مين يرايك هيكونيوم بس ممكن يديك أعراض في برضو في منطقة الريتوستر كوليكي أو كونتينيوس بيسر الإنجاستر بين ورايت أبا كوادرت أبدونا بين رديت في الباك أن رايت شولدر وكيرس كونتينيوسي أو أفضل هيلي ميلز الوجع بتاعه مهم إن هو بيزيد من ميلز ريليف مع الأنزيز ومع الوقت بعد الفصل الأكل الوجع هيموت ماشي الحل في السايكوجينيك بين نون رديت variable pain over chest duration من 2-3 دقايق ممكن يبقى شديد مع نقرس او تيندنج للهاندس والماوس تنميل الاسر في كل الجسم يعني الوجع القلب هيسمع للليف شولدر للجوز انما تنميل في ايديا ورجليا ليه بريسيتيت الدستريس والايموشنز والتاكيبنيا ريليف باي الاوفر سستينيوس ريلاكسيشن اسباب طبعا الدبريشن انزايتي طيب برضه من الحاجات الكومن نيورو ماسكل سبيتر يعني اي يومين كده جرح هتلاقي الناس جايين العياده بالتشيستين الكارديكال ثوراسيك او سيندروم جنرال جون ديزيز سيرفايكال او ثوراسيك سباين هاي كونت سوبرفيشال بين مينلي في الارمز او النك مع النيرف المطوط عليه ديوريشن فاريبل جرادوالي سبسايدز بيرسبتيتد باي هيد النك موفمنت وبيزيد بالبالبيشن لو انت دوست كده لان هو سببه ان هو الاعصاب نفسها هي اللي بتفكر برضه بيزيد مع التايم والانرجيز الهيربي سوستر ديزيز البين فولو ذا ديرماتوما ديستريبيوشن ذا نيرفز صحيح واللي احنا عارفين ان الهيربي سوستر الفيزيكلز بتتاخر عن البين يعني بتيجي الاول بين اسبوع كامل قبل ما الفيزيكلز او الاراشن يظهر في البوست كونتراكتس اللي هو بيبقى ايه في الكارتريج بتاع الريبس سوبرفيشال بين ريجوليشن ويز موفمنت اند بالبيشن دوس كده يا حاجه على الوجع هنا طب وانت تدوس تاني تلاقي العين بين ده مش كارديو اي حاجه دي بالفيتنس مش كارديو اي حاجه دي بالريسبيريشن مش كارديو تمام maybe polarized all in multiple locations على حسب هو واحد كامري وديوريشن variable relief مع الطايم والأنجيزيا والأنتي إنفلانسي ميديكيشن بنسميه طايم سيندروم وده رخم يا جماعة يعني هو بيقعد بالأسابيع فعلا والعامل اللي هو هنحوشي كل شوية على الكورس الانفوفن أو البتاع بس هو فعلا بيطول طيب يعني احنا عندنا اسباب كتيره جدا كده للشيسبين يعني قلنا اهمهم بالنسبه لنا الانجينا والفارد فاكشن والانستيبل انجينا بس في حاجات تانيه قد تكون بعضها فيتال زي الاوفيزيشن زي التنشن نوموثوركس زي الفرمونال انكريست وفي اسباب كاردي ماسكرر واسباب نون كاردي ماسكرر واسباب جي اي تي واسباب في السكين واسباب في الريبس فلازم اراجع كده تاني العيان بتاع الشيسبين اساله عليه يعني وده مفصل الكلام اللي قلناه ديسكريبشن اوف ذا كاركتر هل بريشر لايف سنسيشن ولا حاجه تبني اللوكيشن بتاعه الديوريشن بيتكرر امتى البرسبتيتنج فاكتورز الاسوشيتد سيمبتومز اللي معاه ايه اللي بيريحه هل جات له اعراض قبل كده الأنجينا بيبتريس is a true symptom of the coronary artery disease caused by hypoxia to the myocardium which leads to anaerobic metabolism and the production of lactic acid. The acid irritates the actual heart muscle and makes it hurt. الأنجينا is due to imbalance in oxygen delivery to the heart and the oxygen needle of the heart. The buying sign is the mantuba في المراجعة patient who describes أنجينا by clinching their teeth
and basically over the sternum. المريض بيجي لك كده ده كده قبل ما ادخل للعيان انا عرفت ان ده قاضي. وانت داخل استقبال العيان دي مخصوصه للواي فاي دي مخصوصه بالمرض. فقصدي الوصف دوت في عيان قصدي الوصف والريسك فاكتورز لازم ايه ناخد بالنا. طيب ليفاين ساين هو العيان جاي ماسك صدره كده يقول لك كده يعني جاي بس كده انت داخل عليه يا دكتور عندي وجع كده جامد قوي بالقبضه دي. لو انت رجعت الكوزن تكس نيشن الساين دي موصوفه كده من زمان. طيب نراجع تاني بقيه الاعراض عندنا البابيتيشنز غرض مهم جدا برضه وهو ان the unconformable sensation in the chest associated with range of arrhythmias, patient can express a dish as fluttering, skip beats, pounding, jumping, stopping of irregularity beats. يا دكتور انا حاسس في نبضه بتقع. ولو عيان مثلا مركز اكتر يا دكتور يعني في نبضه عادي كده بعد كده حسيت بحاجه ضربه وقعت وبعدها ضربه جامده قوي. وفي مريض تاني يقول لك لا انا حاسس بكل شويه بضغط اللي هي الايه البوست اكسبستوري دي بتبقى الباس بول بتاعها طيب البابيتيشن دي ليها اسباب يعني اول سبب البريماتيوز سواء ايكل او بريماتيوز وممكن تبقى حاجات ريزيست اكتر زي ستانس تايكارديا صحيح؟ والسوبرا فيتريول تايكارديا نفرقهم الاثنين عن بعض ازاي دول؟ السينس سايكارديا بتبقى جرانيولار اوبسيت وجرانيولار اوبسيت حتى في الهولتر يعني في الهولتر ساعات بيبقى الهارت ريت عالية جدا ومش شايف بي ويز بيبقى مختفي جوه الهولتر بس السينس سايكارديا بتبتدي جرانيولي وتروح جرانيولي صح انما الاس في تي او السوبر اكتيف تايكارديا دي بتبتدي صادم مع الريت سيركتس وبتقعد الفقره بتاعتها ساعه ساعتين وبتبقى ان شاء الله تقعد ايام بس بتنتهي صدري وتبدا خالص لان ايه سببها؟ تنشيط الريتم سيركتس او الاكتروفوكس مش هتبتدي جاي والاتشال فبريشن والجيرمان ماشي الاتشال فبريشن طبعا اسبابها كتيره هايبرتنشن هايبرتنشن اكيد ام اي بريكوتايتس كوري هارت ديزيز كونجست هارت فيلير فاليو فور هارت ديزيز اكيوت او كرونيك سابستنس اكيوز البوست اوبراتيف ستيت هو انا لازم اعمل اكسكلوجن لكل الثلاثه لا مش يعني هايبرتنشن ما عنديش في العيان هايبرثيرويديزم اي عيان جاله اتاك في الانترفليشن لازم تسحب الثيرويد في تي اس اتش اكيد من كل انفارش بالفرايس وكرون يعني على حسب ريسك بروفايل بتاع العيان يعني بس انت عندك هتكون في اي مهم يعني الهيتر تمرين هو بتاع اي او اي سي جي ودي اس اتش صح الكلام؟ وتعمل فيها ديسميشن بس تستبعد اي حاجه ممكن يبقى العيان الكوليك ودي اتور لهارت ديزيز او بيجي له انترفيشن نتيجه ممكن العيان ياخد دايبيتكس يبقى سابها الانترفيشن فانس فقصدي في حاجات بيز لاين وحاجات على حسب بيز لاين هعمل اي سي جي او فولت مونيتورنج لو انت شاكك في انترفيشن عندك خش انترفيشن وهو مفيش ايفيدنس معانا صح الكلام؟ وكان حتى في ترايل قال اللي هي بيست انترفيشن على حسب مصدر قالت ان لما عملنا هولتر مونيتورنج اكتشفنا ناس كتيره كان بيجيلهم اتش فيبريشن سايلنت هم ما يعرفوش وكان كل الدليل ان هم جالهم كريبتوجينيك ستروك غير مفصل وعملوا ايكو طلع نورمال وعملوا سي جي طلع نورمال وراحوا للدكتور ايه ده الستروك ده فحتى الروتين كده كان مين في الايدج فوق 65 سنه ان انت تعمل اي سي جي او اي سي جي مونيتورنج بلس 1 لو حصل كريبتوجينيك ستروك زي ما قلنا ان الليتر فيبريشن ممكن تبان بريفر فيبريشن او سيربو فاسكولار اسيدز ممكن تبان سيربو فاسكولار اسيدز او فاز سكين اتاكس او امروزس فيوجاكس ايه الامروزس فيوجاكس ده؟ اللي هو عمى مؤقت بالظبط تفضل نوصف ايه فيجن اسكيميك لينتين اسكيميك باور او اذر ليست الفنتريكما تايكارديا طبعا يعني لو انت جالك عيل بنتفرج الفرد ليه هتعملها عمر تقليل كرونيك سيندروم الى الناس بالعكس يعني الراجل دوت بيخش هو جاي لك بالبيتيشن عملت له رسم قلب طلع فيه ريتاك فانت بتعامله على انه
أفيش بفور إسكيميا أو إسفاكشن إلى أن يزمن بعد ويبدأ سايلنس وتراجع بقى هل البيت يتم طويلة هل الكويس مقبطة مش حاجة تعديها كده أو لو حد عيان يرى بتقومه تعطيه بميزيز كتير أو بيضع سيستيم راس دي مش حاجة عادية ليه بريد تأسن كارتر بس إن البيت شريد له بي أف أو سيكو أو وان كون بسي باردي وفي دي من يعني العين اللي جاي لك بوايت كونجس في الكارديا دي غالبا ده اللي ريح يجي لك ده هيبقى الكارديا المفروض عنده كويسه فتوريد من الرابت هارت ريت انما هو لو عنده اي كارديا ديزيز وجاب دي كان ده مش هيجي لك يعني ده مش هيجي لك حقيقه ده هيجي لك بوست ريست مش بس تاكي اريثميا دي بتاع برستيشنز ده كمان تاكي اريثميز ممكن هتعمل لك برستيشن ليه؟ ان البيتر تبقى عنده وقت اكتر للبيلي فبالتالي البيت هتبقى اقوى من المعتاد اللي جاي صحيح سواء هارت بلوك او ساينس اريس اي ايرور في الهارت ريد ممكن تعمل برتيشن سواء تاكي او ريد يعني برتيشن مش بس سببها التاكي كارت برضه لو عيان جاي لتشيك برتيشن لازم تراجع الدراجز اللي بياخدها ما هي ممكن يبقى بيهم كروكو دايليتورز كتير خصوصا بعد نهوة البرد دي كل الناس جابهم دور برد رغم الصيدلي كتب لهم ايه نيكو في اللين وكيفون اس ار وبتاع يجي لك انت بقى كده يا دكتور ضربات قلب سريعة هو كل القصة ان هو خد كروكو دايليتورز البيتا بروبرسبرشن بروبرسبرشن اللي نقصه بيعمل راديو ولا تاني اللي نقصه بيعمل كل حاجة صحيح؟ يعني بينهبت الايبي نود وبيبوتنشيت بيضا سيبس هيجيب لك راجي وهو نفسه بيشجع الكونتراكت غير اللي حسب كانش بيعمل بيزود البي بي سيز كتير وبيعمل بايجيني صحيح؟ اوكي الاكل بيزنس مهمة تعمل ايه بقى في الاكتيفيتي انترفل برولونجيشن الاكتيفيتي انترفل صح؟ من اهم يعني كيوتي انترفل اللونج كيوتي يعني يقول لك كده البروجكت لونج كيوتي سندروم اللي هو بيبقى تمرين ومشاكل في الشانل صوديوم وكالسيوم وكالسيوم شانلوكسس يعني لو راجع فضلي وعندنا الاكوايرد كوزز رقم واحد اسكيميا رقم اثنين دراج انديوز صحيح طبعا وفي لسه الحاجات اللي نظري بس مش قادر اطلع عليها الاو تي سي ميديكيشن قلنا الانتي سيمينكس والجليكوجيسنس والويت لوس preparation كل حاجة اللي بيعمل extra source او تاكي arrhythmias التوبيك والكافيين والثيرويد disorders كل الكلام ده بيعمل tachycardias صحيح؟ يعني حتى ما عارفين احنا من زمن اي عائلة عنده extra source كتير عارف واحد يقول لي ايه والله لو بتشرب سجاير افضل لو بتشرب قهوة كتير او بيبسي او كل الحاجات التانية في الكافيين مش قليلة طيب يبقى احنا اتكلمنا عن chest pain واتكلمنا عن palpitations صح تالت مجموعه من الاعراض اللي البالمون الريس بوزيشن بتهيالي كلنا عارفينها بس انت كاخصائي لما تقول لي لا تليفون او لو انت نايم والله عارف الشيك من ديسنيا فانت تقول لي ديسنيا جريد كام او ديسنيا كانت ايه وبقت ايه يعني لازم جريدنج على حسب النيها سكور بتاع العيان ديسنيا اون اكسرسايز لما العيان بيمشي مسافه قد ايه على الدور التالت سلالم ولا على الدور التاني ولا على الدور الاول صحيح؟ عارفين ان نيها سكور طبعا نيها بروس مون اللي هي ديسنيا كام؟ اون اكسرشن نعمل في الاورديناري اكتيفيتي مفيش سيمتومز ديسنيا جريد 2 اون اورديناري اكتيفيتي صحيح؟ يعني العيان انا وانا بروح الشغل لا بشيل ديسنيا جريد 3 اون ليس ذان اورديناري اكتيفيتي اقل من 2 بلوكس او ممكن اقول ديستنس تمام 2 يعني بيقول لك عملتين يبقى اقل من عملتين ديسني كلاس 4 ديسني اتريست يعني البيشنت مش عارف حتى يروح من هنا للحمام هو بينهى جوه قاعد طيب الموضوع تطور زياده بقى فيه اورثوجنيا صحيح الاورثوجنيا برضه ستيل مش سبيسيفيك قوي للكارد للقلب يعني العيان لو عنده ماركت اسايتس او سيبير ممكن الازمات ما هي برضه هيشيل من الرسوم الاخرى صحيح وان كانت يعني هي بتبقى القصه ماشيه مع بعضها من الهيستوري والله ليه الموضوع بدا بالهجان وبعدين الهجان بدا يجي على مسافات اقرب وبعدين بقى كان حتى وانا قاعد وبعدين
بنضطر على الحاجات السرير صح؟ ال بي ان ديز البارتيزن الكورونا ريسمي وطبعا في جدول مقارنه كبير بقى بين الكارديك ازمه وشيست ازمه ده هيستري في كارديك بروبلم ده هيستري شيست بروبلم ده معاه انديما وده معاه ويجز وده يعني قصدي والاكس راي هنا واضح في كونجيشن اكس راي هنا دي هي كارديك ازمه ولا دي اعلى شويه بس نفس الميكانيزم اللي هو لا ال ال طب خلينا نقول البرمور الايما الاول البرمور الايما هي ان الايما فلويد جوه الادرينال ماشي الان عملناها ان الايما توقع في البروفايل توصل البروفايل يعني هو الميه بترشح الاول جوه الادرينال انها مفرشه طب لو رشحت جوه الادرينال دي انا عم اضل ايه وبيحتاجوا سيلاتي This excursion is usually due to chronic congest, chronic bacteria, or severe pulmonary disease. Quantify the spirit by asking how many level blocks you can walk before you get short of breath. How many could you walk 6 months ago? How have you tested objective? I'm not sure if you can beat this. Stress test only or eating. مشهور حتى في البرون الهيبرتنشن ال 6 مينت ووك تيست معروف ده تيست بسيط وما حاجه بس 6 مينت ووك تيست بقول في نقطه ده ماشي الليدي شو كذا أمان أو مدربين سباعي فيش نتائج آخر تيم سليب about 2 hours and the is moderate محدود runs to window to window more early specific signs for this heart failure دي نقطة بقى specific أخر الحكم طبعا ترى وصلت يعني سو ماي داون ask all patients how many pills do you use in order to sleep to quantify وصلت يعني report 3 pills or something at 4 hours يعني المريض في ناس اصلا بتعطينا مربع خدائق بتاع عادي بتاعه فانت بتسال لا قلت ايه وبقيت ايه تمام طبعا برضه الهيستوري ما تاخدش عرض لوحده يعني العيان هو اصلا عنده ريسك فاكتور زي الهارت فيلير يعني انكونترول هايبرتشر اربعه نون اسكيميك او غير فانكشن قبل كده عنده اريزميز كان ماشي على الادويه بتاعته ولخبط في الدايت ولخبط في الدراجز بقى يشرب سوائل كتيره او بقى يعمل يعني كل الكلام ده ده اللي دخله في الكونجيشن بتاعه كده. البلد لوس او الانيميا الانيميا بتورسن هارت فيلر ليه الانيميا بتورسن هارت فيلر؟ بتقلل الاكسجين للبلد صحيح وبتعمل تايكارديا البلد لوس بيبريزنت اي ستيب انفكشن اي لاند هارت ديزيز الانسكتوري كاردي موكسي رينا ارتي سينوزيس يعمل هارت فيجن يعمل اجاسف هايبرتنشن دي حاجه وكاتشورامين اوريدي بتاع حاجه اسمها كاتشورامين ايه؟ طيب كاردي انفوز كاتشورامين انديوس من كاردي انفوز طيب يبقى احنا خدنا شيس بين خدنا الكارديتيشنز خدنا الفورمولي ريزولوشن السيف ريزولوشن دي سهله بقى أعرف مجرد أن أسكيل ويل جينز وروجر إيما وأصايد فرايزر في كل يوم دي فيها مشاكل أول عرض لسيف الإديمة قبل الروجر بيجي بتظهر الروجر بيجي بتحتاج قد إيه لتراك مية عشان تظهر يعني لو أنا لقيت عند العيان إديمة اللي هي ورا الملابس دي ده معناه إنه جسمه حاد مخزن قد إيه مية زيادة من 2 لـ 3 لتر إكسترا يعني وجود قيمة أصلا كده لما تدوس عليه إن شاء الله في الدورسال أوف ذا فود ده معناه
ان العيان في جسمه اكسترا فيود من 2 ل 3 لتر. يعني لو عيان مركز قوي خالص وزني بدا يقل وبعد كده الجزمه بدات ايه تضيق عليا والخاتم لو جميل يعني الحمد لله الخواتم ما بقتش اعرف البسها. بعد كده يبتدي بايه بقى؟ تمام؟ بعد كده تبتدي القيمه تظهر. يعني قصدي الويت جين الاول الميه مش هترشح هترشح في الجسم كله، وبعد كده تبتدي تلوكلايز في رجلين او في حسب السبب. لون ليمبي دي مالتس على هاي الكترون بايلاترال سوفت فيتنج ولا هارد؟ صحيح؟ الاسايتس هل بطنك زادت عليك؟ طب وده قرش عادي يعني وزن بيزيد على مدار السنه اللي فاتت عشان تركته كتير ولا لا ده زادت على مدار الثلاث اربع اسابيع اللي فاتت؟ رايت هاند كوتر بيجا بيبقى ليفر بروجيشن بيعمل ستريتشنج على الهيباتيك كبسول والمريض بيقول لك في دوبل كده عندي في الناحيه اليمين. تمام؟ الديمه والبريفر بيسمش از هاي لو ليكس اوت اوف ذا فيس تو ذا فيشل ليس اوبن تو بريش بريزنت سيمبتومز اوف رايت بريفر بيريور اي مور بين ذا ليكس اند ذا هورس اند ذا داي بروجريسز ليف امبنت ان اي ام افتر ستيلينج وذ ذا ليكس بلاك وورس از جرافيتي فورس تو انتر. يعني الايديه بتبقى اكتر على اخر اليوم ولما العيان بينام بيقول لك 200 تشوه. ليه؟ لان الكارديك ايديما هي يعني امام الفورسز في الجاذبيه بتنزل الميه تحت غير مثلا لينا الايديا بتبتدي بالايلت لان الايلت السوفت تيشو بتاعها بيخف. يعني الميكانيزمات بتاع لينا الايديا دي نرجع لها بس بالنسبه لنا الكارديك ايديا بتبتدي في النص بين الفورس صح؟ يعني لو بيشنت بيت ريدن في الرعايه هل هنبتدي بالقيمه في الايه؟ لا سكر القديمه صحيح؟ ولو طفل صغير هل هتبتدي في الايه؟ لا هتبتدي سكر او في الموست بيننت فورم. تمام؟ اللي بالنسبه لنا معظم الناس رجليها بس لو بيشنت لو بيشنت نايم على طول ما ننساش تكتب السكر وندوس كده هل في قديمه ولا لا؟ احنا قلنا الاستيلين ده الزراعي اكسسبل فوليوم اند ثيرد سبيس فيلد بيبول اوف بيد ريست ويل هاف ايديما اوف ذير سيبرال ايريز ان سيفير رايت اور فايتال كيد هارت فيلير بيبول اوف هاند هام ابدومينال سيشن ليفر انجوشمنت كونستيبيشن وانوركسيا. ده كل ده بيبقى اعراض جي اي تي كونجيشن. انا صار في ماي ديفلوب وجروس جنرايز ايديما. يعني ايه انا صار كل two or more serous cells مش كل. وانا عندي كام serous cell اصلا؟ ايه هما؟ بلورا وبلورا. عندي اثنين بلورا وبريكارديوم وقلب واللي هو لا ما كل ده قبل لا سيبهم. انا عندي بلورا وبلورا وبريكارديوم وريفل. فانا عندي تو اور مور سيرنسز. لا انا صح. مهمه الديفينيشن دي اللي طيب ايه الاسئله اللي سالت فيها؟ قول لي يو فيرست نوتس سويلنج بدا امتى؟ دو بوف ليجز سويل ايكوالي ولا هل في ناحيه واحده؟ ناحيه واحده شوف ايه؟ دي بي تي او حاجه لوكال بوست. Did the swelling appear suddenly? برضه الكارديك دي مش هتظهر suddenly. هي بتظهر gradually suddenly دي حاجة مصيبة سواء دي بي تي أو حاجة يعني حاجة بدأت دلوقتي. What time was the day in horse? احنا قلنا كارديك دي مع فورس امتى؟ مع آخر اليوم. صحيح؟ وتبقى أقل في أول يوم. Does it disappear after stealing? Does propping your legs up makes it slip away? يعني لو رفعت رجليك ده بيخلي الايديما تنقل ولا لا؟ What medicines do you take now؟ السؤال ده مهم. هي في medication بتعمل الايديما؟ ايه؟ كالسيوم شانل بلوكس طبعا. ادي هم مجموعه. اللي هم ايه؟ هم الكتلة سامة. لا الكتلة سامة معلش. لا الكتلة سامة.
دول اكتر جدا. هما الاثنين يعني بس المور مع النيتروجين والالبدين الداي هيدروجين اكتر من النون هيدروجين. Do you have any kidney heart or liver disease? Do you have shortness, breast pain in your legs, ulcers in your legs? الكلام ده بسأله ليه؟ ما هو لو الراجل اللي عنده علامات مثلا فينس انسفيشنسي وفاريكوز فينس طب ما ده يفسر ايه؟ طب هتبقى شبه الفرد الكبير برضه انها بتظهر في الديبيتنس وبتظهر على اخر اليوم وبتاع. فدايما نسال عن الاسوشيتد سيمبتومز والميديكيشنز ماشي. ممكن العيان يبقى كل مشكلته سايد افكتس من الميديكيشن ما ناخدش عرض لوحده. Have you noticed a difference in hair growth speed especially around the waist؟ يعني هدومة حسيتها بقت ضيقة خصوصا يعني بطنك كبرت او يعني ايه بطنك كبرت او يعني الهدوم بقت بتسمع صوتها الجسم بتسمع صوتها. Have you noticed patient problems with constipation؟ How is it after الكلام ده عشان لو في جسم ريكوجيشن او ري اي بي ريكوجيشن. Do you add salt to your food at meal time and when cooking؟ الملح عوضي في الاكل. هل الفترة اللي كانت زودت ملح في الاكل من اشهر اسباب الورث الفار فيجر ايه؟ الدايت كنترول اللي هو نون كومبلاينس على الاكل تمام؟ باي ذا واي هو اي عيان اي عيان من وانت بتعمل مثلا ديسبيتيشن في حاجه اللبن انت لما تقول لي هارت فيلير لازم تسال عن البرسنتيشن بتاعها. ما هو طول عمره ما جاش البرسنتيشن بتاعها مش عارف 40% خلاص. طب ايه بقى ايه اللي جاب له بقى هارت فيلير؟ ايه اللي هو كان كنترول؟ فانت شخصت حاجه او قلت حاجه. السؤال التاني على طول ازاي تحسب ايوه ايه بقى اللي جاب له هارت فيلير؟ ما هو ربنا بس كان عارف ايه؟ ما هو طول عمره كان عارف بس لا ايه البرسنتيشن بتاعها؟ هل دايت نون كومبلاينس الراجل اللي عايش شغال كتير بياكل حاجات كتير ولا مرض نون كومبلاينس كان ماشي غير سواقها ولا جاله ثايرويد ديس اوردر ولا جاله انيميا ولا جاله شيست انفكشن ولا جاله اريثميا صح ولا جاله دخل الكارديو رينال سيروم والكليات بدا يعلى فالجرعه الدوريه اللي كان بياخدها ما بقتش سفشن صح ولا حاجه اسوشيتد من كتر الرينال بوزيشن دي ما بقاش يعمل قلب كفايه فدخلت القيمه زياده والدماغ بدا ينشف تمام ولا ده سكينيا زياده صحيح ولا الليفت بالتريجر قاعد يوسع 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 لدرجه ان جاله مايكرو انستريشن او كان مايل بتاع مودريت ومودريت بقى سرير صحيح. ما هو الناتشرال هيستوري بتاع الهارت فيلر كده الفلتر الحراري ليه؟ عشان يزود الكونتراكتيفيتي بتاعته حسب الستارتنج بارت الستارتنج فورسز فهو هيوسع يوسع ما هو بيوسع بيشد على المايكرو ربعين بس فبتوسع فالمايكرو انستريشن هيزيد. فقصدي قلت ان في هارت فيلير لازم ليها سبب وليها بيرسبتنس. سببها ايه؟ انه جات له فرش وخلى الفانكشن ريتم. ايه بقى اللي جاب له دلوقتي الدي كومبنسيشن؟ الحاجات دي تبقى فاكرها كده. Do you eat out in restaurants or will take out food frequently? Do you eat in the food؟ يعني بتشوف كمية الملح اللي فيها ولا لا؟ ماشي. بيتر ديزرنيشن بالنظام بالايه؟ يعني هي ممكن الاكزامينشن اكتر بس انت ممكن برضو تدي يعني من هيستوري يعني الميه دي ناشفه ولا لما بتدوس عليها بس دي اكتر اكزامينشن. طيب العرض اللي بعد كده اللو بارتيكل اوف كونسيشنز العيان هيقول لك ايزي فاتيجابيلتي ديزنس ديكريز كونسنتريشن يا دكتور مجهودي ما بقاش زي الاول بيجي لي نوبات دوخه ما بركزش في شغلي ولو الموضوع اتطور اكتر هيحصل كوليتوريا ودي عرض مهمه جدا 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 ما بقاش اكل حمام زي الاول يعني كميه البوك قليله. طب دي معناها ان في ايه؟ الرينال بيرفيوجن نفسه بدا يتاثر صحيح؟ فين؟ ده معناه سترير الضغط هو بدا يقوم صحيح؟ وحقق يعني هيقعد يزيد الموضوع لحد ما نوصل الكارديوك شوك صحيح. فاتيجا كومن سيمبتوم مع ديكريز كارديو اوت بوت كومن فور بين فور بين ويز بروديس هارت فيلر اند مايكرو فيلر ديس اوردر فاتيجا يجي ذا ريزيستنس اوف هومن هيدن ماي بارد الفورتشن
ياما جم ناس ميز ديستركشن من شهرين وقعدوا يخشوا الهارت فيليير ومحدش شخصه والكلام بقى العادي يقول ده كان وجع معده ده كان وجع مش عارف ايه وهي جايه لك اصلا بتشيل دلوقتي مني مجهودها مش عارف اعمل شغل ليه ممكن تبقى جاي لك دول ممكن تبقى هارت فيليير سيمتومز ممكن لو بارد يبقى فيه لا مش حقيقة هو مدخول في كارديال انسايتيزيشن انيميا ومن بديل ذات كوروني ديزيز اي مقصد الفاتيكي دخل في كل كوروني ديزيز يعني تعيين لنا الفيريا خليل الفاتيكي يعني ليبر ديزيز خليل الفاتيكي تعيين للفاتيكي يعني قصدي مش عارف واحد عنده امتحان هيجيله فتيجة واحد ما بينامش بقى في امتحان واحد لا يا مش اشرب لي انا بفتيج في امتحان طيب الثانوسيس ايه رايكم بقى في الثانوسيس ده درس كامل يا جماعه الثانوسيس ده لا 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 في صوت ده مش امتحان وليه سؤال ايه سؤال وجاي كده عادي طيب يعني كل حاجه عايز اقول لو لقيت واحد مش كده بالظبط بص يا جماعه الاسئله اللي انت مش فاهمها هو عايز ايه نهي كل حاجه ماشي يعني لو قال لك انت سنتوس سنوس فده اول يعني ايه سنتوس ولا ديفرنشال ولا ايوه في الجسم ولا 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 في تقولوا كارديك ورام كارديك صحيح؟ ما هو الكورانيك مانجو ديز حاجة لما سانوس صح؟ وكل واحد سواء بسترات مانجو ديز أو بسترات مانجو ديز أو بسترات مانجو ديز لهم عيام أسيو مديد ستريكشن فعيس كل ما كلهم سانوس والستريكشن بتاعهم من تمانينات صحيح؟ وكل الستريكشن مانجو ديز كلها من تحت أسبستوزيس ومن حاجات ما كلهم بيجوا بسانوس صحيح واسترات كيرو تانتو صح يعني قصدي سانوس ديفينيشن وكوزس كارديا ونون ونون كارديا اللي هو برسبالات لا الكارديا بقى هم بيحسبوا سنترال وبريك تمام الكلام ده ممكن تاخده في الهيست بتاع العيال ابني بيزرق طبيعي كل بيزرق اولا الزرقان ده بدا امتى هل هو موجود ازرق ولا بقى قعد شويه لونه بينك وبعد كده لونه بقى ازرق لان احنا عارفين في امراض زي ايه ودي اللي بتعمل سيرس سيرس في حروف صغيره في هي او دي دي او دي دي بيعمل ايه الهدف صحيح فده سنس هو الواد نازل ازرق ماشي الفرق متاخر 6 شهور ليه الفرق متاخر 6 شهور مثلا على ده كان ايه هو ايه لا
وعلى بال البلموناري ستينوزيسيل وعلى بال الاكسو مع الاكسجين ريبونس بتاع الجسم والطفل نفسه تزيد ماشي؟ بقى بيتأخر بس شهور ميلي عشان الكونتيجر على ما يقفل وعشان البي دي لو كان عنده بي دي الكونتيجر وعلشان لو الاكسجين ريبونس بتاع الطفل هتزيد صحيح؟ فهيخش سايلوزس وبعد كده هيخش سايلوزس كل ما الكونتيجر يقفل هيزيد. امال البيس دي هيظهر ايه انت سايلوزس كده؟ لما يبقى اجيبيتر ده معنى قد ايه؟ سنتين صحيح؟ يمكن يجي بلد عن كده في عينين الدم. ايوه انا قصدي محتاج قصه كبيره دي يعني. امال الايه دي؟ ليه دي بيقول لك 40 سنه؟ 40 سنه ميل الاتش اشتمال اللي بتعمل لها ايه مرتاح راي سايد كبير قوي ويمشي فيها في نفس الهوزز ده ليه دي لا بيقعد بالسنين يعني صحيح؟ فالقنص ده مهم جدا جنبه ده مهم يا شباب بتاع السينوزس هيبتدي امتى؟ انا في حاجات بتبقى سينوزس سينس فيرست اللي هم مجموعه السينوزس بارتس اللي هم الشابتر بتاع اللي بتفتكروا بارك بي اسمه سينوتك اللي هم نازلين يعني سينوتك وفي حاجات تبقى اسيلوتك وتقلب سيلوتك زي البي سي و ايه اللي هم على الاجن الرابعه الاجن الرابعه صحيح؟ طيب ايه الفرق بقى بين سنترال وفنترال؟ يعني هيستوري الاوبا هتقول لك ايه؟ وده بيظهر في كل الاماكن. هو بيبقى البريتر وور ولا كول؟ وور. طب امال البريتر كول بسبب ديكريت النصر او استخدام الطفل صحيح؟ فالتيشرز بتقعد فيها الدم فتقعد تستخلص منه الاكسجين بتاع الاكسجينات اكتر فيبقى سينوس صحيح؟ طب السنترا سينوس لو انا لفيت ايده الطفل او لفيت ايده مريض مش هيتحسن ده هيبوظ لان الحراره بتخلي الاتجاه ده بتاخد اكسجين. طب امال البريشر هيتحسن لان انت لما تعمل بلاد ايه فهتخلي مور بلاد فلو ليه فالبريشر السين ايه هيتحسن صحيح؟ طيب ايه بقى الفرق بين يعني ايه كلمه انفليشن هيبوظ؟ او العكس ايوه ده الدكتور او العكس. طيب ايه اسبابها؟ لا طيب ايه طبعا ايه؟ لا ده يعني الفوق سلام واللي تحت هما ايه؟ ليه دكتور الاسلام ايه؟ محمد هو دي ايه وزيتيس شوفتي القصه ماشيه ازاي؟ البي دي ايه اساسا هي نقطه صح؟ الـ A دي والـ B دي والـ A نقل لما يحصل ايزوليشن ويحصل ان اللون بريشر بيعلى فيحصل رايت تو ليفت شنط عن طريق الـ PDA اللي اصلا واصله ما بين البلمونري للديستندنج اورت يبقى دي ساتيوريتد اوكسجين يعني من البلمونري للديستندنج اورت يعني للرجلين. امال البرين والارمز وصل لهم دم ايه؟ اوكسجينيتد صح؟ يعني الديفليشن اللي هو الحصه في اللور ليمبس يعني تلاقيه في الاوفر الرجلين انما الاوفر ليمبس لا دول عدوا عدوا من السب بريك الارضي والدول عدوا من البدن تمام؟ الاوفر سيرشن بتاع الجامر دي ده مهم. البي دي مش هيعمل كده لان البيشن هيبقى عن صار يدرس والاي دي مش هيعمل كده البيشن هيبقى عن صار يدرس اللي بيعمل كده بي دي اي وز ريفير شوت او بي دي اي وز ايس كريم صحيح؟ امال الكوارتيفيشن على ذكر الكوارتيفيشن يعمل لك ايه لو عمل سيناريو بريفرنس مش توتال يعني مش موضوع عموم ده موضوع ان دي مش توتال ده كفايه ده بريفرنس هو سبب دي ستوب برو تمام؟ طيب نسال الام برضه عن السيناريو سكيلز هل في اتاكس كده الواد بيزرق زياده قوي؟ وايه اللي بيجيبها؟ هي ايه اللي بيجيبها؟ هي ممكن تحصل لوحدها ممكن تحصل مع الفرايد
مع الفرايد او موجود بيحصل الاستشهاد السكيلز اي حاجه هتزود الميتابوليزم او تزود اللاكتيك اسيد هتعمل تنظيف الرياكشن. عشان كده من ضمن علاجات احنا علاجات جزء ايه؟ السكواتنج. السكواتنج بيعمل ايه؟ بيزود البريشر باسك ريزيستنس فايه اللي يحصل؟ فالفنتركل اللي هو عامل فوق بيضغط في الاورطه والبلمونري اللي هو اصلا سنس كوزز هبقى ايه؟ تقريبا بقى كان فده بيستثمر ورا الاورطه مش هنعمل اوفرايد الاورطه. اوكي؟ طيب انا لما اقفل الاورطه ان انا ازود البريشر باسك ريزيستنس ماشي في الاورطه فالدم هيكبر يعني في البلمونري. صحيح؟ مش موضوع في ناس كتير موضوع ان انا بزود البريشر فاسكولار ريزيستنس اللي هو السيستمك ريزيستنس يعني فبخلي شويه دم يعمل في القولون لما الاثنين الريزيستنس بقى فيهم زايد. تمام؟ يبقى السكواتنج بوزيشن وايه تاني؟ فحد بيتا بروفرز عشان غريب التنظيف الريسبانس وايه تاني؟ وادي مورفين عشان الانسايت مستجيب وادي باي فار عشان موضوع اللي هي الاسيدوزس ده برضه اي حاجه تحت الاسيدوزس اسيدوز ده صورة هي يعني المريض الطفل لو هيري مسافة لو عيط كتير لو حاجة مش هيشتغل سكيلز. صحيح؟ هو بيرفع من الاسباب في الاسنان السكيل ولا لا؟ بيرفع اساسا هو الفرق بس عليه بقول اسيدوز اساسا السكيلز بيرفع بيبقى زايد دلوقتي ايه؟ فالجامعة حقيقية ممكن يبقى خالص وتلاقي العين بقى ازرق كوبي يعني مفيش دم واصل للنقط خالص. لا دي سايلنت ليه سايلنت؟ ايه كومبريشن؟ لا يا شباب السايلنت دوت ده درس مهم يعني عذرا سواء انتوا مصابين بديز او مش مصابين زي الكلس انت هتذاكر السيانوزس وهتذاكر الفرق والتي جي يعني هتذاكر السيانوزس ما هتفتح كده بار تذاكر الفرق. انا مش عايز الكلية انا عايز الفرق وعايز التي جي والدروس صغيرة بتاعت ايه دي وبي دي وبي دي ايه يعني قصدي يعني دول اسيانس دول بتوع سنة خمسة عارف قصدي ما تخليش هتذاكر الكلس. ايه السنكوب؟ اه ده درس كبير. يعني ايه سنكوب؟ ترانسيت بتشتغل في الغرض ترانسيت توصل كونشنس ها؟ اليوتيوب الجديد سيريترا فاستو ها؟ فاضل كلمة تانية تانية Resilient, spontaneously without any residual effects. Most times, transient, loss of consciousness due to cerebral decrease cerebral flow with complete resolution of symptoms. يعني قصد الكلمة سنكوب دي تشخيص سنكوبي لما تروح أقول ده أنا سنكوب. صحيح؟ طب ثم عنده الله على غاية ستروك. مبادي اي حاجه كلمه سنكوب تقول لي ثلاث طرق دول ترانزيت لوس اوف كونشسنس ديو تو ديكريس سيريبرال فلو ويز كومبليت ريزوليوشن اوف سيمبتومز. المفروض كل القصه دي تخلص في قد ايه؟ اقل من 24 ساعه. تمام؟ هل ده كارديك بس؟ لا ده كارديك ولا كارديك محتار لاسبابهم بس نتفق الاول على الديفينيشن. يعني والله البنت بيغمى عليها، اغمى عليها فعلا؟ يعني لوس اوف كونشس تماما ما كنتش سامع اللي حواليك؟ لا كنت سامع، لا ده مش سنكوب. ماشي؟ طب اتحسنت خالص بعديها بشويه؟ لا ايديها لسه، لا ده مش سنكوب.
طيب الكارديا والنيوروكارديا، انا عندي كارديا جوزها خرب لها والنيوروكارديا اللي خرب لها والاورثوستاتيك هايبرتنشن من الاسباب المهمه جدا 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 اللي خرب لها والميتابوليك هنعدي عليهم سريع. الكارديا كوزز للسكو ممكن تبقى ايه؟ البيريكارديا فالمولاي لو يجي سينكو فرمون لها البرتنشن السبيل سينكو دي تطور جري ساين صحيح فرمون الانفريز المثل فرمون الانفريز دي سينكو والناس ما تخدش بالها دي يقول لك عادي يجي بالسنة ده سينكو اه يا عم ده مش على البرتنشن طب ما في اسباب خطير البروجيكت هارت ديزيز لو عمل سينوس تعمل سينكو وزي ما قلنا البام فيلير زي ما فرض أو سيمي أو أي أنواع حرفية هتعمل لي لون بارد سنتو بارد أكو سنتو يعمل لي سيكو تمام؟ مش هيبقى فيه هو ممكن في سبونتينيس كفر وشفناها كتير هو هيقوم عليه عشان ده مش واصل هينام على الأرض فينا سيزيرت هيحسن شوية ده بيبقى كل سنة فالقلب هيضغط تاني بعديها بثواني فالمريض هيكون لا انا شفتها بس كوبا شفتها سوا كل الاريزم يستعمل سكوب صحيح ساينس ترانزيك ساينس ايه بيجو بيسميك مور فانكشن دراج انديوز بريتوريس والتاكي اريزميز وان كان مش كومن قوي بس ممكن تيجي بسكوب برضه ايه المشكله يعني الاس بي تي لو الكارديك موسل اصلا ضعيفه يعني العيان ماشي على فانكشن 40% وجاله رابط الاريتميز طب ما دي هتتفرق فين هيخش السكوب. طيب يبقى الكارديك كوز احنا قلنا يا حاجات اريتميز يا حاجات وبستراكشر بوحده يبقى قرد يكون السكوب مجموعتين كبار مجموعة اسمها أريتميك أو إلكتر جميع الحاجات التابعة هنعملها إي سي جي وهورسل وحاجات مونتر هارت ريت ليفل أو ريت ودي حاجات هتبان عندي في الإيكو صح؟ بس ما بيسينوزيس ميكسوما أفكا المال قوة بتاع تنقلات مضمون الإيكوليزم يبان لو راجل سؤال كبير يعني حاجات ميكانيكال اوبستراكشن أو إلكتريكال أريتميكس طيب في ايه بقى موضوع نيوروكارديولوجيك سينكوب ده يعني حاجات دخل فيها الريفلكسات بقى يعني النظر بيجر ايه المشكله اللي يجي لك حد بعد موقف في ستريس معين اوف مع اوف مع ده النظر بيجر رؤية الدم او الفير او السيفير انزايتي او السيفير ديبريشن او بانيك اتاكس كل الكلام ده يجيب النظر بيجر سينكوب صحيح؟ الباص ده بيس سكوب ايه الباص ده بيس سكوب ده عندهم الريفلكس هو طبيعي ان ربنا حاطط لنا هنا الباروك سيفر زي بيستجيب لضغط الدم الناس دول لو عندهم مور اجريسيف ريسبونس لو البريشر كده على الرقبه ده الباروك
الكارديو سيكتور حسب اشارات المخ الضغط عالي قوي فالمخ يرد الاشارات توطي ضغط الدم فيجيب سنكو بيقول لك لما بربط الجرافطه بيجي لي اغماء او بحلق دقني بيجي لي في حاجه اسمها سيتويشن سنكو زي الباثوم ديوريشن ديفيكيشن او ديفيكيشن مع البلع ساعات بيجي سنكو. طيب لسه الباثوم الريسك ما اتكلمناش عليه. الباثوم بيجي هو الموست كومن تايب اوف فينتنج اند ذا موست معلش It has been stated that the right to name all scores are not really initially superior due to the soft stressful or painful experiences such as feeling bad, mood, trauma, blood loss, sight of blood. يعني عادي جدا بنت كده دي وانت بتاخد منها عين اتدمت يغمى عليها. This is a warning that may think is about to appear better or not your weakness or blurred vision. دي الاعراض اللي بتيجي قبل انا حاسس ان الارض بتلف ليا وحاسس ان عايز اركع ودماغي بتلف بنسميه ايه سيتنج فيل يعني حاسس ان بغرق كده او بلوغ دي مهم الكلام دوت عشان تقول عليه فازوفيجر سيكوب. انا زي ما هنقول بعد كده البروتوكول بتاع سيكوب مهمه جدا هي دي الفتره اللي انت العيان حسيت بايه قبل ما يجيلك سيكوب. هل حسيت بالديتيشن زراد جامدة وهل حسيت بالحالة بتاع فازوفيجا سكوب وحصل لك انت هل بعد الدريس الفيت ولا بعد يعني خدينا السكوب دوت هنعمل له كيس حتى عشان نبين الموضوع اكتر. طيب الكارتن ساينس هو ده اسمه اوكي جرادي هو بيها هايبرتنسيف كارتنس يا وينينج هاي شيرت اور كولر اور تيرد نيك سيرتن واي This is increased stimulation of the carotid sinus, the sudden force of systolic blood pressure and decreased good heart rate. تمام. الفوليوم السبب الثالث المهم من سنكوب الاورثوستاتيك هايبرتنشن من اشهر اسبابه الفوليوم ديبليشن بالذات الارضي. انت عيان بشيع دايوريتكس وهو لا فوليوم ديبليشن فلما بيقوم يقف بالذات لو قف وين مره واحده بيقوم عليه. فشفت مفيش زي ده هو الوسط كده. انا طول ما انا قاعد يا دكتور انا كويس اول ما اقوم اجيب وبعديها ارجع كويس تاني. طب الموضوع ده متكرر او متكرر طب ماشي على ايه يا ريس ماشي على ايه على الانزايت 10 ده بقى لي على 10 سنين ماشي بس انت مع الاوضه دي الريفلكسات اللي حاجه الضغط ده ما بتبقاش شغاله بنفس الكفاءه فالسرعه اللي الجسم هيرد بيها للتغيرات في الوضع الجسم هتبقى اكتر شويه. الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن ايه اشهر مجموعه ادويه بتعمل البوستشر هايبرتنشن؟ الالفا بلوكرز وايه اللي بيقول ايه بيمشي عليها ايه؟ كان بروستات وعندهم بروستاتيك اوبستراكشن ومريض ضغط بس ده انت حلو جدا انت تمشي على برادوس بقى الكارديورا وزي مره راجل ياخد والمريض يبقى زي ما تقول لك انا باخد الدواء بيجي لي الاهمال اليوم اللي ما خدتش فيه الدواء اتحسنت واخد بالك دي حتى كانت كيست الدكتوراه في الامتحان بتاع الدور بتاعي الراجل اللي هو جالك بضغط 160 قلت انت بتديله ميديكيشنز معينه جالك بعديها باسبوع برضه بضغط 160 قمت انت مزود له ميديكيشن جالك بعد كده بقى تاكسو سنكوب وكان صوته هايبرتنشن والقصه كلها ماشيه ان انت قاعد بتزع في ادويه ضغط ودايوريتكس والف بروكرز وهو الراجل ضغطه 160 90 بالنسبه لسنه كويس بس انت بتدخله في اتاكسو بوش هايبرتنشن. تمام الانتي ديبريسنج ديكيشن برضه عشان ليها صوديوم بلوكينج اكشن فليها مايل فازو دايريتور اكشن. تمام في اسباب ثانيه مش تبع كارديو فاسكولار ممكن يبقى الباس كوب دي انت عندك سكر الحمل طب والجرعه بتزيد او بقى ايه عادي بخدك معاك. طب والاغماء اللي جالك النهارده ده كنت افترضت قديه ولا لا ما خدت الانسولين غير مقطوع او خدت الانسولين وافترضت بس النهارده كان شغلي فيه مجهود زياده طب ما انت حركت الجلوكوز اللي خدته خد الانسولين ده خدته خد الجلوكوزين. دكتور احنا ليه بنعتمد دول اصلا؟ او ليه بنحطهم ليه هم من ديفينيشن للنورز باي ديفينيشن لا هم مش اقدر كورس هو اصلا هو انت عمرك ما تعرفه. لو انت دلوقتي لو حل
قللت له السكر هتلاقيه في الثمانينات. ما قصدي هو مش هيجين مش هيجين الكونشسنس تاني لوحده. لا ليه؟ هو عيان بيرسم الكوما مثلا ده السكر مثلا. هو هيخش الكوما اكيد يعني مش هيقوم خالص. ممكن لو حاجه قريبه هيقوم لوحده. ما فيش حاجة قريبة يا جماعة السكر دخل في قلبه يا سينا وجات وقال وقت كلنا جات كلنا عندنا قريب لا لا ده كلنا كلنا يعني قصدي الموضوع اللي هو لازم حتى في الدور عندي بقى في السبيل يعني على الجزء اللي في 30 40 انما لو قال قلبه يا سينا وبعدين قوم عليه شوية والكورتيزون يشتغل والقلقين يشتغل وكل الحاجات شغل وتعلم السكر في الدم السيجرز لا سيجرز حاجه كده المفروض لا انا فرق ازاي الحاجه كتير من الاكشن مش هيفوق لوحده بس السيجرز هيفوق لوحده وكل حاجه تفوق لوحدها زي السيجرز ما هو لوحده لا بص بص انا هقول لك دي حاجه مساله ديفينيشن سينكوب ايه هتقول لي ثلاث دول بتاعنا اللي هم ايه ترانزيت بلس 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 حلو اسبابه ايه؟ كاردياك وديستراكتيف او اريثميا ونيوروجينيك الاربعه اللي احنا لسه في واحده ما اتكلمناش عليها واذر كوزز وتحط كل الحاجات اللي احنا دي اذر كوزز الاذر كوز دي هتعمل لها سبيشال انفستيجيشن بس هي ما انا ما اعرفش وقتها انت عمرك ما هتكشف على عيال وقت سكوب لا هم على ما يقوم بيكون عيال كام فهندخل ضمن الديفينشن اوف ذيس شيجرز وهندخل ضمن الديفينشن اوف هاي بروتين وهندخل الهايبوكسيا وهندخل حاجات كتير كل الكلام ده داخل في الديفينشن بس الديفينشن بتاع السكوب هما ثلاث طرق اهو الابيكسي والسيرب السيرب يا رب الاستيبول فاستر ديزيز نفسها تي اي اي هي داخل في الديفينشن اوف ذيس مشكله ايه ايه ترانزيت كده واخده جزء من الديفينشن كده حاجه والسيجرز والله ما في حاجه ممكن تبقى ترانز يعني الاي ديفرنشال ديفرنس بول خلاص يعني اه الاي ما ينفعش بس ممكن تكون دي ديفرنشال ليه ما ينفعش يعني لو سبت الزد والتي مثلا لو سبت هي كلمه ترانزيت سيتا فاست برضه بالديفينيشن بتاعها بتاع النيورولوجي بتاع سنه 5 اللي الراجل هيفوق وهيرجع تاني بس لا ممكن برضه انت عارف الفرق بين التي اي والستروك ان ده بيكمبيوتر ريزوليوشن وده بيسيب ريزوليوشن تمام ونراجع بس انا متاكد يعني السايكوجينيك سينكوب اللي هو مش داخل فيه الكريستالون فلو ده سينكوب تمام What are you are doing just before painting? Have you had a current painting skills? هل اوفن دي ليها يعني بعد قررت عليك قبل كده كنت بتعمل ايه يعني بيصبر ولا ايه وود زي ان انا ابرك نص تو ثينكينج او دي يو فيل سمثينج از كامينج ايه الهجوم اللي هتيجي تمام يبقى هسال ايه تاني حصلت الموضوع قبل كده الاسبوع اللي فات طب والساعه اللي قبلها طب وايه اللي كنت بتعمله قبل السكوب على طول طب والسكوب حصل نص كونشس ولا لا فاهم هو انت والدروما دي اهم حاجة في الموضوع كلها في الدروما والحاجة اللي قبل in what position were you in you were painting ايه الوضع اللي كنت بيقوم هل انت كنت اي فجأة اشوف فرسانتك ولا وضع معين زي ما انت فاهم Was the painting received by other systems that you just pain? Oh. I am thinking now that if you are a teacher, I said, go, 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 اللي هو لو جاله ربيع chest pain او palpitations او انت سامع عليه ميرفر او انت عملت له ايه طلع في اي فالفر او فورجي او مانكارديا او فورجي مكتوبه مش عارف. انا
بروحهم بيتهم. بس في 10 عينين من ضمنهم اللي جالوا جست في قبل السنكوب، اللي جالوا بالبيتيشنز قبل السنكوب صح؟ آه اللي كلينيكالي تشكيل في حاجة يعني انا سامع ميرمر قولت في التنوزس وجالوا السنكوب لا ما بقول بقى يعني اللي جيبه انت عامل في المستشفى تمام؟ What's the meeting? اللي يسول witness by anyone ومين ويجيب بقى ايه بقى الخاص. Did you have warning that you were wrong to make? Did you have any flag أو تاري في الناس يعني برضو يعني ايه 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 اللحظات اللحظات السوداء مثلا black hours before or after the fainting you should experience any loss of urine أو soul during fainting you should realize the السؤال ده السيجرز بيحصل فيها نصف كنترول هيحصل اليمينيشن ديفيكيشن مع سيجرز لو حد بيشتكي من سيجرز بيحصل مثلا ممكن اليمينيشن لا افكر 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 واستبعد السايكوجينيك صحيح طيب المجموعة اللي بعد كده الفازو ديبريس في سينكوبي ده بقى اللي كان بتاع الفازو ديبريس مختلف عن الاورثوستاتيك الفازو ديبريس في سينكوبي الناس اللي عندهم هايبر اكتيفيتي في الفازو ريسبتورز اللي جوه التريبرا ماسل الفازو ريسبتورز اللي جوه الكنترول تمام فالناس دول لما نفس نظرية الكاروت ساينس كوف الناس دول لما هينضغط عليهم او هيحسوا بريشر زيادة هيبعتوا اشارات المخ ان ضغط زيادة فالمخ هيوطيهم بالضغط تمام يعني هم مش فازوبيا وما هماش كاروت هم اقرب للكاروت انهم فازوبيا الريس ده هو المسؤول عن لو حاجة سمعته عندنا زمان كان في اسمها بيلر جارش الناس او زي اللي بيجي ليه الانفيريور بورشن بيبقى معاه كونتنشن اكتر لان مش بس مع عشان معاه بقى بورشن لان الباراسيتور الاكتر في الانفيريور من الكارديال والرايت فساعات مع الاسكيميا الريسبتورز دي بتبقى ستيميليتد وبيجي له هاي كونتنشن بالميكانيزم اللي قلنا عليها لوز مثلا ودول بنعمل لهم اختبار اسمه ايه بقى؟ فيهم اشارات افرنت للمخ وهي اشارات افرنت توقف الضغط انا جاهم لكم تاني كده عشان درس السنكوبا انا فاكره وانا بذاكر الماستر برضه ما كنتش فاهم ده ده السنكوبا كله نيوروكورجين كلهم المخ كله كاردياك ونيوروكورجين كورسوستاتيك دول الثلاثه الكبار الكاردياك قلنا اوبستراكتيف واريثم النيوروكارديوجينيك هم اربع انواع كبار الفازوفيجن اتشاف ايه او شوفت دم او حاجة او قسمات خبر وحش هيقوم معاملة الفازو ديبريسن حفر استيميليشن الفازو سنتر اللي هو القلب بعد اشارة المخ المخ هو بعد اشارة تانية سواء عمل الكاردي انهبيتور ريسبونس اللي هو وطى الهارت ريت قوي او الفازو ديبريسن ريسبونس وطى الهارت ريت قوي او ميكس ان انا باقي الاثنين ينزلوا عمل لي الفيكوب كاروتي ساينس بيبقى هايبر سنسيفتي فين كاروتي طب الباكو الانتوريشن والانتوريشن دول سنسيفتي 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 مثلا المريض عنده كوستر بيحزق جامد على ما يعمل يورين
الحزق ده بيرفع البلد بريشر شويه، بيعمل سيميليشن للبر سيتو في الجسم، برضه بتبعت اشاره للمخ الضغط عالي قوي، فالمخ يبعت اشارات يوطي الضغط جامد. تمام، فدول الميكانيزم بتاعهم ايه؟ ستيميوليشن افرنت سيجنال سنتر في المخ معين، افرنت سيجنال وطت الضغط، فسميه نيورو كارديوجينيك. ده غير الاورثوستاتيك وغير الكارديو. تمام، اوكي. المجموعه اللي بعد كده من اعراض الكارديك انفايزيشن ستروك، وزي ما قلناها ستروك بلايندنس او امروز السوبكس، هيماتوريا او فصل ريجا ديفاكشن، ابدومينال بين لو حصل مثلا سبلينك ديفاكشن، والبوينت في الافكت برايس بيحصل كام في المية سبلينك ديفاكشن او سبلينوميجالي بيحصل؟ مش مشكله. اكيوت ليمب سكيميا سواء ابر او لور ليمب. تمام. نرجع تاني كده اخر عرضين اللي هم الهايبرتنشن احنا وصلنا للساينوز الكارديك اولايزيشن اللي هي الهايبرتنشن. طبعا بما اني خدت اخصائيه كبيره تدريبيه الهايبرتنشن دوت، لا يعني تقول لنا عن الهايبرتنشن هو جاله مش من امتى؟ وانت سالت بدا من امتى؟ يعني هل بدا سن 40 50 سنه الاكستنشن، ولا بدا في الاستيتس ايج عشرينات او سبعينات ادور على سبب معين؟ طب وايه الباست انديكيشنز كان ماشي عليه؟ وايه الكارنت انديكيشنز اللي ماشي عليه؟ تمام؟ قصدي هايبرتنشن في انت سبعينات فيش ضعف يجي لك في ضعف واسم الضغط كان عالي. حلو قوي، من امتى بقى شكل الضغط وبدا سنك ايه؟ وهل بدا كنت الضغط ولا لا؟ وكميه المعدن اللي كانت قاصد هايبرتنشن دوت انت مش لاقي بطن او معاك هايبرتنشن بس بص لا. تمام؟ الروماتيك فيفا سيبس روماتيك فيفا احنا عارفين جونز كرايتيريا؟ لا مش هنخوض فيها. ايه جونز كرايتيريا؟ يا رب دي مايك
الريتين نورجينيشن دي عباره عن ايه؟ هو الكلام ده مهم في الهيستوري يا جماعه. الكلام ده انا اتسأل عليه كان الدكتوراه كان داخل ازاي. انت تقول انت لما بتقول لي انت بتقول عن اوتوماتيك مايكرس دول انت عارف ان هي جت اوتوماتيك فيه الهيستوري. ايوه ايه بقى اللي سالته في الهيستوري؟ فانا في فصل 100 العينه بتقول لي جت اوتوماتيك فيه قالت لي انت داخل امتحان دكتوراه بتقول لي ان انت شخص روماتيك فيفر عشان العينه قالت لك روماتيك فيفر. طب ما انا لو سالتهم العينه هتقول لي انها جاها روماتيك فيفر. انت اتاكدت ان جاها روماتيك فيفر؟ قلت لها لا والله ما اتاكدتش. قالت لي هو انت شخص روماتيك فيفر؟ فقلت لها طبعا انا حافظهم من نظري والله كان عندي جونز كرايتيريا وارثرايتس وكذا 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 واثنين ميجور او واحده ميجور واثنين ماينور وداي ديفنس ريسنت ستريت. طب ما انت ما قلتليش الكلام ده. انت قلت بناء على ايه رومانتيك؟ مش انت لما تقول رومانتيك يبقى لازم تتاكد ان جالها رومانتيك صح؟ ده قبل ما تبدا الكلام ده انت في الامتحان سواء سند او الام دي انت الراجل بيسيبك الاكزام اللي بيسيبك بتاخد هيستوري وانت بقى ناوي ايه تسمع رايي يقول لك بس انت خلصت الهيستوري بتاعك تعالى يمسكك وكل كلمه انت قلتها في الهيستوري يجيب قرارك. يعني عمري ما تخيلت ان حاله مايكروس لوس هتسال ايه الروماتيك فيفر دي وداخل كده متخيل يعني روماتيك يعني خلاص يعني حتى يسالني في الجودو كرايتيريا بتاعت سنه خمسه بس لقيت اللجنه اتحولت ليه انا عارف فقصدي ده ضمن الهيستوري دي ده حصل ديسوتيرد لجنه ام دي والله يعني مش ولوجيك يعني ومحدش انا يعني انا وقت ما دخلت الفيرست ولا السكند الروماتيك فيفر يعني عارف ان هو بيقراها يعني كده ايه يعني خلصت بقى الاسكيميا وخلصت بتاع اللي هو الروماتيك فيفر وجوز الدين ونقدم يعني لا طب ما ده مهم تمام. وبرضه البنت اللذينة بتاعت الفيفر كويس في ناس بيسالوا فيها برضه ايه الديفينت الفيفر كويس وايه الفصل الحاجات دي يا جماعه اه مش على مستوى الفيرست والفيرست مين لا يقول لي دي دي بس ما هو ممكن يجي نوع فيها ما هو يقول لك ده هيستوري انا ما سالتكش ما هو سي تمام. طيب في شويه كيسز كده دكتور عمرو هيقدمها لنا مين اللي على السنكوب لان هو من الحاجات الثقيله والكارديك امبلايزيشن تعالى نطلع والله انا كان نفسي اعمل ابروش سكيل بس هم مقررين بس ممكن ده تشيل من الاخر هم قالوا لي ركز على الهيستوري والسيمتوماتولوجي اساسا. اول سؤال خلص؟ لا لسه صباح الخير انا عمرو صلاح نايب في قسم القلب قاعد هعرض لكم حبه كلينيكال سيناريوز على السينكوبي وعلى الكارديك امبلايزيشن. طبعا انتوا عارفين السينكوبي ده اهم سؤال في الفيرست بارت ماستر تقريبا مفيش امتحان بياخد منه. هي بس قبل ما اديكوا الكيسز هي السينكوبي بيجي في الامتحان كاي سي وام سي كيو فهناخد بس جاست الفيرست سكيما ازاي نجاوب على الكويشنز نفسها. اوكي هو طبعا الكي فور انسرنج اني كويشن اباوت سينكوبي هو الهيستوري. فلو احنا شفنا كده هو جاست اهم سؤال انك تعرف ان البيشنت نفسه سينكوبي ده حصل ازاي. هنلاقي في سينكوبي unrelated to exercise وفي سينكوبي during exercise وفي حاجه اسمها post exertional سينكوبي. اول حاجه تعال ناخدها ان هو الهاي ريسك سينكوبي. اوكي ده منهج الفيرست بتاعكو بيور سينكوبي during exercise. لما العيان يجي له سينكوبي وهو during exercise اكتر حاجه تبقى concerning ليك هي cardiogenic etiology. لان يوجوالي البوست اكزرشنال سينكوبي والانريليتد تو اكسرسايز دول بيبقوا يوجوالي اوف يعني مش كارديوجينيك اتيولوجي. اوكي اعرف ايه منين تاني ان هو السينكوبي ده اوف كارديوجينيك اتيولوجي؟ لو انتوا فتحتوا الجايد لاينز هتلاقوا الجايد لاينز فيها اهم جدول بالنسبه لكم اسمه الهاي ريسك فيتشرز فور سينكوبي. هم دول عباره عن ثلاث حاجات في اي كيس جات لك ام سي كيو او جالك سؤال اي سي لازم تكتب الكرايتيريا ديت. اول حاجه كوموربيد كونديشنز. ايه المقصود بكوموربيد كونديشنز؟ عندك patient جاية في الـ ER الهيموجلوبين بتاعها 3 و presented with syncope
اول حاجه تفكر بيها ان الهيموجلوبين 3 ده اهو ده عامل مايوكارديال اسكيميا موست بروبابلي فدخلها في سينكل. ما تفكرش ان عيان هيموجلوبين 3 ان هي جالها فازوفيجل. ممكن يبقى فازوفيجل، انا ما بقولش ان هو مش ممكن يبقى فازوفيجل، بس هو انت لازم تفكر ان عيان انيميك هيموجلوبينها 3 اول حاجه جالها ان ده مايوكارديال اسكيميا فهيجي لها سينكوبي ديو يعني ديو تو مايوكارديال اسكيميا. نمبر 2 الكترولايت ديستربنس، عيان انت سحبت له الكترولايت لقيت بوتاسيوم 1.5 ده فيتال ليفل، لقيت بوتاسيوم ليفل قليل والعيان عنده بيقول لك انا جالي سينكوبي. طبعا تفكر في ايه؟ العيان جاله اريزميا ديو تو الكترولايت ابنورمال. فاول حاجه جايد لاينز قالتها كوموربيد كونديشنز المقصود بيها انيميا والكترولايت ديستربنسز. ثاني حاجه سيفير كورونري او ستراكشرال هارت ديزيز، عيان نون اسكيميك مركب ستنس قبل كده وجالك في الطوارئ بيقول لك انا جالي سينكوبي ديورنج اكزرشن. اول حاجه تفكر فيها ان العيان ده هاي ريسك، ده فور ادميشن حجز في سي سي يو. ما تفكرش في البوست اكزرشن اون ريليتد تو اكسرسايز، جايد لاينز قالت لك الهاي ريسك فيتشرز اهي بتقول لك ان ده موست بروبلي اوف كارديوجينيك اوريجن، يعني عنده هيستوري اوف كورونري ارتري ديزيز فده موست بروبلي اوف كارديوجينيك اوريجن بالذات لو هو كان مع الاكزرشن. ثالث حاجه واخر حاجه جايد لاينز قالت ان انت عندك كلينيكال اور اي سي جي كرايتيريا سجستنج اريزميك ايفنت. مقصود بيها ايه؟ انت عملت العين في الطوارئ الرسم قال لقيت رسم قال ده فيه ايه؟ لونج كيو تي، شورت كيو تي، منظر برجاده، ديب سيمتريكال تيوب انفرجنس، الهارت ريت 50 والعين مش ماشي على بيتا بلوكرز، ان ابروبريت براديكارديا. كل الحاجات دي تقول لك ان ده ايه؟ هاي ريسك سينكوبي. فكان تو سمرايز اجين انا خلاص هي بس كده وبعد كده هديكم كيس على طول. هاي ريسك سينكوبي معناها 3 سيز 3 سي. اول حاجه كوموربيد كونديشنز ان هي انيميا والكترولايت. تاني حاجه كورونري ارتري ديزيز او ستراكشرال هارت ديزيز دي تاني سي. تالت سي كلينيكال كرايتيريا او اي سي جي كرايتيريا سجستنج اريزميك ايبيسود زائد سينكوبي ويز اكسرسايز دي كاسمها هاي ريسك فيتشرز في الجايد لاينز ده عيان فور ادمشن. بوست اكزرشنال سينكوبي عيان بيعمل اكزرشن بعد كده حس بدوخه ده فوليوم ديبليشن اور سوستيز هو بيقول مع السرير. سينكوبي انريليتد تو اكسرسايز فازوفيجل يعني نولج اند افويدنس اوف تريجر، عيان حصل له ايفنت حاجه زي منها فبدا يخش في برودروما ان هي نوزيا وفوميتنج بعد كده بيخش في سينكو. الحاجات دي كلها يعني مش دينجرس زي السينكو في ديورنج اكسرسايز. تعالوا بقى نعرض الكيسز ونشوف احنا في ايه. طيب انا هجاوب مثلا احنا هنشوف كل كيس وهنشوف ماشي تعالوا كده نشوف كل كيس ونحطها كاتيجورايزيشن هي فين بالظبط. اول كيس 21 year old college student was referred to the cardiology outpatient clinic after experiencing attack of loss of conscience during cycling. During cycling. Her brother died suddenly at the age of 13 while playing football. احنا في انهي كاتيجوري؟ احنا syncope during exercise. اوكي؟ ف احنا كده بصينا على السكيم syncope during exercise. The most concerning is a cardiogenic etiology, namely hypertrophic cardiomyopathy, anomalous coronary artery, Borgada syndrome. هنمشي ازاي في السيكونس تاني. أول حاجة ECG echocardiography. وعلى حسب الاثنين دول هنبدأ نكمل في السيكونس بقى. عين هيتشخص hypertrophic هيتشخص بالـ ECG حاجة. زي ما دكتور أحمد السوقي قال لك الجايد لاينز أحسن مكان تذاكر منه السينكوبي وتجاوب منه. هرص الأول مثلا. وإيه الجايد لاينز هي اللي أنا بقوله ده بالظبط. بصوا هو اساس الكيس دي هما في طريقتين لحل السؤال ماشي. الطريقه الاولى ان انا هبتدي هيستوري بعد الاكزامينشن بعد كده انفستيجيشن ماشي. الطريقه الثانيه لا انا هحط كل ديزيز بترتيب البرايورتي بتاع الاسباب وكل ديزيز اهو هيستوري كذا اكزامينشن كذا انفستيجيشن كذا وتريتمنت بتاع تمام يعني الكيس سيناريو اللي فات حد عنده 21 سنة مدي فاملي هيستوري اوف سون كارديك ديس بيجيله سينكوب اثناء السيرشن. انت عارف ايه اسباب السينكوب ديورنج سيرشن او اسباب السب كارديك ديس يعني الحالة دي هتطلع من الاخر؟ كوكا صح؟ يعني انا برايورتي رقم واحد هكوكا ماشي؟ يبقى انا هكتب مثلا في الشغل بتاع واحد هيرتي كارديك ديس هيستوري واحد فاملي ان هو المرض ده موجود في الفاميلي والدتها والدتها كان عندها هوكا وينس شينا وكان في سوسان كارديك ليست صحيح؟ طب الاكزامينشن والله الحقيقه الميرفر الفلاني الفلاني ماشي اللي هو بيزيد مع مش عارف ايه وايه مش عارف ايه بكل الدايركت بتاعه انفستيجيشن اي سي جي
هاي ال بي اتش ايكو هاي اسمين ريسبتور انرجي اكتر مش عارف كذا بالاتش ده تمام. ممكن اعمل ايه تاني؟ اعمل هولتر اشوف هل الهوكم دوت بيور ميكانيكال ولا دخل في ازمه معينه. طب تريتمنت بيتا بروفايل مش عارف ايه ولو دخلت في مصر بيتاك او حاجه اي سي سي ده رقم واحد. طب رقم اثنين ديتكشن ريسك بتاعي غير الهوكم ما
فانا بقول لا في طريقتين. الطريقه الاسهل الاسهل ديزيز ورص وديزيز تاني ورص وديزيز تالت ورص. الطريقه الاكثر تعقيدا ان انا هاخد هيستوري بس ما هيستوري في كل حالات هتلاقي نفسك هتوقع حاجات في النص. لا انا هاخد ديزيز ديزيز وسع اوت وامسك الديزيز اللي انت شكيت فيه في الاول ووسع فيه. لا 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 هيبص يعني الهوكا والتشانيلوكسس هنا الاثنين بنفس الأهمية. هنا الهوكا والتشانيلوكسس بنفس الأهمية تمام؟ Case 2, 50-year-old lawyer was reviewed at the emergency room after experiencing an attack of loss of conscience 30 minutes before. He's a heavy smoker on bisoprolol 5 mg for hypertension and the glycolazide 60 mg for type 2 diabetes. He suffered a stroke 2 months ago, was mild left-sided hemiparesis. تعال كده نراجع كده ايه يعني قبل ما نروح نجاوب ازاي انت كده انت حسيت بايه ده الحاله يا هو بيحكي 50 year old hypertensive diabetic وعنده قبل كده ستروك بالظبط كده. يعني الدكتوره قالت هو راجل بيحاول يوحي لي ان الراجل ده ميدل ايج ودايبيتيك وهايبرتنسيف. لا ده في مصيبه ثانيه. هو قايل لك مايل بيفتكر ده الراجل ده اثيروسكلروتيك صحيح. يعني الراجل ده يجيب ان اس يعني هو عنده اوريدي اثيروسكلروز مانيفست قبل كده بستروك. فاللي جاب ستروك هيجيب اسكيميا هيجيله بريفرال ما كلهم اثيروسكلروز بس نص طالما جاب بيسيت هيطرح هو مش هينشن يعني تمام. وقد يكون ايه طبعا جاله ستروك قبل كده. بس انا قصدي انت كده لما قريت الكيسه انا انت حياتك انت الراجل ده جاي انت هتشك في ايه او انت طارق ايه ما تقوليش انا واحد تي اي ايه هو مش هيجي لك في امتحان كارديولوجي تي اي ايه يعني تي اي ايه هقوله ايه يعني سموكر وهاي بيرتنس وشغلانه ستريسفول ده قالك يعني محامي وراح دخل الجلسه المحاكمه وترافع ويا حضرات المستشارين والراجل وكان حكي ومشاهد وما شاهدش وبتاع والراجل حكم عليك اعداد في الاخر فالراجل له ستريس اللي قريب معايا كان موضوع فده ستريس والايفنت برضه بالنسبه لي صح. فعيان عنده دايبيتس وهايبرتنشن وستروك قبل كده لو ما قلتليش رقم واحد اسكيميا لا ماشي. يبقى الموست كومن او السيناريو الاوقع للراجل ده ان هو يكون ايه؟ اسكيميا. يبقى المشكله رقم واحد ان الراجل ده بيخش فين؟ اسكيميا صح. واحنا قلنا دي من ضمن الهاي ريسك كرايتيريا اللي هي سيمبتيك كورونري او ستراكشر ديزيز. العيان ده جالك العيان هتروحه ده هتحجزه عشان تعمل له ايه؟ عشان تعمل له ايه؟ هتلاقي لك الاي سي جي سيكونسر اي سي جي وايكو واكوردنج ايوه. يبقى اصل الكيسه دي هدفها هي الدخل في المسكين ولا في سي دي ولا اي سي ديبريشن ولا اي سي اليفيشن ولا في كيو انفيرجن ممكن يبقى نورمال حتى لو انا سيبه ولا ممكن يبقى نورمال. طيب هعمل له ايه؟ ممكن يبقى نورمال ممكن يبقى سيجمنتال موشن ابنورماليتي ممكن يبقى راجل دايبيتيك اصلا هو جاله اسكيميا قبل كده وهو مش واخد باله وعايز هارت فيلر صح؟ طب ولو كان نورمال الام بتاعه اعديها كده لا هاخد ستريس تيست بيعرف يجري اجريه ما بيعرفش عشان الهيمي باراسيس اللي عنده هعمل له ستريس فاليوم او ستريس ايكو صحيح. الراجل ده عامل له سيتي كورونرز لا السيتي كورونرز ده جود نيجاتيف صح يجود نيجاتيف ولا لو بوست جود نيجاتيف يعني انا بعملها في المودريت وهاي ولا اللوتو مودريت في اللوتو مودريت ريس بيشنت صح ده لوتو مودريت ولا مودريت تو هاي ده هاي اصلا يعني ده بيبقى اصلا هاي ده جاله ستروك قبل كده يعني قصدي ده عند اخر ستروك بتاعه تبتدي في الصفر ده والله سيتي كورونرز مش بتاع يعني مش هنا رقم واحد. طيب لو الستريس تيست طلع فيه اي حاجه هجو فور انجيوغرافي صح الكلام. طيب غير الميديكال تريتمنت ما فهمش عليها ايه؟ انتي سكيمك اسبرين ستاتنز والبيتا بلوكرز وبتاع. طب نرجع تاني الكيسه دي
انت كده خلصت ايه البوسيبيليتي الكبيره الكبيره اللي هو عايزك تجاوب عليه. يعني الكيسه دي عباره عن ايه؟ مين ديسكين خلصت الاسكيم كده وظبطت حالك؟ اه نمشي. لا ارجع تاني ارجع تاني الكيس نرجع تاني. والله 50 سنه اولد لوير was received at the emergency room after 30 minutes before. He is a heavy smoker. On bisoprolol 5 mg for hypertension. طب ما ايه المشكلة؟ يا الراجل ده داخل جنب الطاقم كمان وهو هايبرتنسي كل ده وهو هايبرتنسي الايرجنسي ولا الايرجنسي واخد بالك وضغط وصل 200 على 140 وجاله هايبرتنسي من كتلوكس حاجة نيورولوجيكا وكل نيورولوجيكا قلت لي بقى ساعتها تي اي اي وحط لها هايبرتنسي كتلوكس وحط لي ستروك او يعني مشتاش هارت ستروك دلوقتي او تي اي اي يعني حط لها هايبرتنسي كتلوكس واخد بالك وحط لي تي اي اي ايوه لو مصطوم مش مصطوم بعض في الناس تهدي لو مصطوم مش مصطوم انتي البيديميك انتي ادراست الحاجات دي. طيب نكمل ايش البرومور فور هايبر تنشن واللايك لازايد برسيت السين. طب ايه المشكلة هايبر او هايبر ايه المشكلة خد الجلايك لازايد ده اصلا ده مجموعة اسمها ايه ده سلفوناين برين ده اللي هي اهم عرضين فاتفكس ليهم حاجتين الوين جين وين هايبوغلاسيميا تاك صح؟ عشان كده الدي بي 4 والمجموعات الاحدث تتجنب الهايبوغلاسيميا تاك دي. طب ايه المشكله الراجل دوت قعد ساعه يترافع في المحكمه ماشي؟ ما هو ده مجهود زياده ماشي؟ ومفيش مانع يكون الراجل دوت إيه عشان عنده بس المحكمه نزل من غير ما يفطر وخد بلبع قرص السكر بتاعه وما فطرش وراح البتاع وجاله هايبوغلاسيميا وارد؟ وارد ايه الانستجيشن بتاع النهايه؟ روح شوف صح والعلاج ادجست الانتي هايبرتنسيف رقم واحد ان هو يضيع وقت في اللي هو عمال يحط الحاجات الاهم في الاهم كده فاهم السؤال ده تاني حاجه اللي يطلع ورقه وحشه بعد كل ده لا يعني يضايق بص انت لو جاوبت بالطريقه دي هطلع اول دكتور على حضرتك ربنا يبارك فيك شويه ان شاء الله ف جاوب بالطريقه دي الكيس محطوطه عشان درس كارديولوجي مهم عشان درس كارديولوجي ايه ذا موست كومن كويشن مهم هنقوله بس انت دكتور انا مش مديك انا لو عايز اكلمك على اسكيميا ممكن اجيب لك سؤال اسي اسكيميا صح فجنب فانت هتقسم الاجابه وهتقسم السؤال وهتقسم حسب السبب الرئيسي نص الاجابه وفي اذر كوزز هتمسك كل كلمه وتقول لي ليه ماشي الحال. طيب يبقى قلنا الجلايكوزايد ستيم على فكره الجلايكوزايد ده اللي هو ده دي جرعه كبيره ده المايكرو ستيم ار دي يعني جرعه كبيره مش جرعه صغيره ماشي. طيب ايه اللي انت في سفر استروك تو مانث اجو يعني ممكن يبقى موضوع استروك دي المشكله الراجل قال انا جالي استروك قبل كده طب ممكن يبقى سيجرز اه معين استروك ممكن عندهم حته سكيل كده وانت عندهم فوكس بتاع دخل الانفيشن بتاعتك صح. هل الراجل ده وارد يبقى عنده شانيلوسي؟ بس من الاخر بقى عارف شانيلوسي طب هل وارد يبقى عنده اريثميز؟ وارد ده راجل استروك يا راجل وماشي على بيتا بلوكرز صح؟ اي بس مش ماشي على جانبين ما انا لسه قايل لك في المحاضره بتاعتي ان الاتريال فيبريليشن ممكن تمانيفست بالكريبتوجينيك ستروك والراجل ده عمل اي سي جي طلع ساينس ريزم وعمل ايكو طلع فري يعني الدكتور ابن الحلال ما عرفش ان هو اكتر ولا حاجه وقال ده استروك غالبا طالما دايبيتيك هايبرتنسيف هو غالبا ده لك استروك من دايبيتيك هايبرتنسيف واخر كوز والراجل كان عنده اتريال فيبريشن وكل شويه يبقى تاخد اتريال فيبريشن ودي بس الكوب ويجيله واتريال فيبريشن ويجيله واتريال فيبريشن وبتاع وانت دورك ايه ككارديولوجيست بقى؟ هو انا بفتح لك مقنعه؟ لا يعني الراجل ده اللي جاله استروك قبل كده وبيجيله سكوب تاني ما تقوليش ايه؟ الـ possibility لا هزعل منك
مظبوط. ويبقى الاجابه هنا ايه؟ ايه التي انفستيجيشن بقى عشان خاصه اكستندد وورك ريبورت يعني المفروض في 48 ساعه ماشي. ده حتى لو انتوا يعني بتاع في حاجات بتقعد الامبلانت والروب ريكوردر بيقعد بشهر ايه؟ الجايد لاين بيسبوت لك من البوست. طبعا انا بقول لك البوست الكلام ده مش هزار. الانسيبوليشن ايه طبعا هتفلس سكن التقديم والحاجات الثانيه بكره ما بقولكش انا ناسي بكره اللي هي اللي انت بتمارسها شغلك. وانت عايز تقول لي ان انت لما بتشفع ليك العياده وطيبه في المستشفى اللي شغال فيها في الحكومه او برايفت بتتعامل بسيمتوماتولوجي ولا بتعمل جايد لاينز بالظبط كده؟ ما تقوليش ده سيمتوم بيز. لا ما هو سيمتوم بيز ما انت في الاخر هتعالج عيان صح؟ يعني من الاخر الحاله دي لو حضرتك ما قلتليش كل حاجه اسكيمي ما قلتليش ايه ترافيبيليشن ماشي؟ ما قلتليش هايبو او هايبوكلاسيميك اتاكس ما قلتليش نيورولوجيكال بس مين دي الكلام عن اسكيميا وعن ايه ترافيبيليشن دول اللي مهمين عندي في شغلي ككارديولوجيست صح؟ صح. ايه المانع ان الراجل ده بس في الاخر بقى يبقى عنده يا سيدي اورت فالف سكلوزنج فراسيلو كارسيتك على باي باس بالانيم وجابل سبير اورت سلوس في سن مبكر ماشي. بس في الاخر ده يعني قصدي انت بترتب اجابات باي باس فجابل سبير كارسيتك على سن الستينات ده باب الخمسينات وجابل سبير مؤقت اورت سلوس وطبعا بس في الاخر ماشي. يعني انا عندي ليست اسباب في مع الكيس سيناريو دي يناسبني اسكيميا رقم واحد يناسبني ايه رقم اثنين يناسبني تي اي ايه او ريسنت ستروك رقم ثلاثه يناسبني هايبوكلاسيميا رقم اربعه كل الاناسب اللي داخله معايا اذكرها اسامي وما تذكرليش كو وما تذكرليش ليه اكتب الهول ترمونيتوري وديك الهول ترمونيتوري ينفع بقى ما توصلش اذكرها ما جايش جاله مكسومه يا سيدي ماشي اكتب استراكش هارت ديزيز يجي مكسومه ولا سيجن ايه هو تريتمنت اكوردنج سيجن صح ان انا اسكيمي وايه اف بالعلاج بتاع الاف بالانتي كوريشن بتاع الاف ده الكلام اللي له وزن تمام. يعني السؤال ده لو جالك في امتحان كارديولوجي ممكن نفس السؤال ده على فكره يجي للجنه النيورولوجي ويكتب كلام تاني خالص بس انت داخل امتحان كارديولوجي فكلامك مش هتطيق عليه كلامك على اسكيميا واريزميا ماشي. كل اسباب السنكوب تنفع ما جايز الراجل ده جاله تامبونات يا سيدي وين الناس ايه يعني ايه اللي في الكيس هيجيب تامبونات يعني انا مديك كلو عشان اقول لك السبب كذا انما ليست الاسباب كلها تنفع بس لو ما اديتنيش الاربعه الكبار دول في الاول هنفع فاهم؟ اسكيميا واريزميا هنا تمشي تمشي اريزميا يا اسطى ايه اس بي انا وتمشي هايبر كريسيس كرايسيس اسكيميا واريزميا وهايبوكلاسيميا وتي اي اس وهايبر تنسف خش في 3 خش في 3 لاست كيس يا جماعه 30 year old male وصينا ده كارديولوجي اوت بيشنت كلينيك وذ هيستوري اوف اتاك اوف لوس اوف كونشس 14 بقى 10 years يعني مش الاتاك 10 years. His attack are more frequent in December months and are preceded with a feeling of nausea and lightheadedness. He had an echocardiogram done at another hospital which was normal. احنا كده في انهي كاتيجوري؟ Syncope related to exercise ولا unrelated to exercise؟ Syncope related to a trigger. Yeah, syncope unrelated to exercise. ممكن تبقى أكتر situation syncope. ان هي تريجرز خطف سيتويشن نوزيا فوميتنج تيبيكال فازوفيك تو سمرايز بس يعني ان 1 مينيت السينكوبي قلنا سينكوبي ديورنج اكسرسايز بوست اكزرشنال سينكوبي ان ريليتد ديورنج اكسرسايز موست بروبلي كارديوجينيك الهاي ريسك كرايتيريا 3 سيز كوموربيدز ان هي انيميا الكترولايتس كورونري وستراكشرال هارت ديزيز كلينيكال كرايتيريا او اي سي جي كرايتيريا سجستنج ان اريزميك ايفنت اوكي ثانك يو ماشي. وناخد برضو شوية كيسز كده تانية على الامبولايزيشن كارديك امبولايزيشن برضو ده واحد من السيمبتومز مهمين جدا هو تقريبا هو والسينكوبي اكتر اتنين بيجوا في الاكزامز قدامي بس احنا عايزين نعرف وات ار ذا كارديك سورسز اوف امبولايزيشن
كلمه كارديو امبوليك معناها ان في اوبستراكشن اوريجينيتد فروم ويذين ذا هارت، حاجه اتكونت جوه الهارت زين امبولايزد، عشان هنفرقها من حاجه تانية بعد كده. السورسز دي ممكن تكون جايه من الاتريوم او جايه من الفنتريكل او جايه من الفالف او جايه من الاتريوم والفنتريكل والفالف. يعني فور اكزامبل اول حاجه الاتريال سورسز زي الاتريال فايبريليشن، يعني فايبريليتنج يكون ليفت اتريا ثرومبس يكاي تجيب ستروك. فنتريكولار اوريجين زي مايوكارديال انفاركشن او كارديوميوباثي، مايوكارديال انفاركشن ممكن تعمل زي ما شفنا ايه بكات ال في ثرومبس فانتيجن، تعمل انيوريزم والانيوريزم يتكون فيه ثرومبس والثرومبس دي تيمبولايز لاي عين انتيريور استامي، بعديها باربع خمس ايام جاله ستروك نتيجه ان هي انفاركشن انيوريزم بعد كده جابت له ستروك. او كارديوميوباثي اسكيميك ده عمر، بس دي نسبتها كام في الميه؟ دي اندر استيميتد ولا اوفر استيميتد؟ دي اوفر استيميتد اندر استيميتد بيجوا كتير قوي، بس احنا ما بنكتبوش غير 1%. واحد انا عارف ان هي 0.51% بالظبط، هي في الرقم ده، بس هي اندر استيميتد. يعني بيقول لك لو قريت يعني يقول لك ناس كتيره جدا ممكن يجي لهم سمول ثرومبس وتروح لوحدها تعمل اسبرين كلابس وما تقولهمش بالاكس صح كده ده تمام، فالنسبه دي اندر استيميتد. فقصدي ما يمنعش ان عين دي انفاركشن وعنده اكاينيزيا يجيله ستروك او يجيله انفلاس يجيب 1% دي اندر استيميت. يعني هو بيقول لك ممكن توصل فعليا، يعني لو انا كل عيان هعمل له كارديك ام ار اي هلاقي النسبه دي 4-5% بالايكو العادي انت هتوصل 1% بس. تمام تمام، احنا كده قلنا الاتش ار سورس ان هي اتش ار فايبريليشن، الفنتريكولار سورسز ان هي نتيجه مايوكارديال انفاركشن او كارديوميوباثي، اسكيميك او دايليتد يبقى الفنتريكل اكستريملي دايليتد او في انيوريزم يحصل استجنيشن اوف بلاد يكون ترومبس ودي تيمبولايز بعد كده. بعد كده الفالف نفسه ممكن يبقى فيه انفكتيف اندوكارديتس، فيجيتيشن تيمبولايز او بروستيك فالف ثرومبس لعيانين مع مين مايتر فالف ريبليسمنت اللي بيوقفوا الانتي كاجليشن. بعد كده هي اتش، بعد كده حاجه ممكن تبقى في اتريوم او فنتريكل او فالف ان هي كارديك تيومرز. اوكي ممكن تجيب امبولايزيشن. اخر حاجه انا حطيتها بخط صغير ان هي انتر اتريا سيتر ابنورماليتيز، دي مش تحت كاتيجوري كارديو امبوليك، عشان احنا قلنا كارديو امبوليك معناها اوبستراكشن اوريجينيتد فروم ويذن ذا هارت بعد كده امبولايزد. الانتر اتريا سيتر ابنورماليتي بتحصل اكتر مع بارادوكسيكال امبولايزيشن، يبقى في فينث امبوليزم تعدي من الرايت سايد ثرو بي اف او تروح على الليفت سايد، فدي اكتر ما اسمهاش كارديو امبوليك بس برضه يعني بتعدي ثرو ذا هارت. هنحطها تحت كارديو امبوليك. يبقى كده عندنا تو كيس سيناريوز. اول سيناريو 29 year old lady underwent mitral valve replacement 10 years ago. Currently she's pregnant in her first trimester. The patient stopped oral anticoagulation 10 days ago for the fear of teratogenicity. هي كانت خايفة من الريسك بتاع الماريفان على الفيتس فهي وقفت الماريفان. She presented with weakness of the right side of her body of 2 hour duration together with aphasia. يعني stroke. On examination, heart rate 110 regular, blood pressure 110 over 70, mitral valve click is inaudible. دي واضحه والله دي عيانه صغيره بارتصام المايتر فالف ما تكتبش على المريبان. احنا عارفين المريبان لو عدينا 5 مللغرام ممكن يبقى يعمل تراتوجينيك افكت او حاجه، فبادي الحراره الاوليه هتبقى في بقى المريبان او تقليل الرعب بتاعته، فدخلت في ترومبس على المايتر فالف. حلو، وعلى فكره مش شرط يبقى مايتر فالف اوريدي، يعني ممكن يبقى نفس الكيسه دي اقول لك فيها يعني مسموح بس هي لازم ترومبس او استراكت ترومبس تبتدي المايتر فيلف، يعني مثلا عذرا الكيسه دي لو انا قلت فيها المايتر فيلف ممكن تقيس بودل فده انا نفيت، لا انا ما نفيتش. فهي ايه؟ صحيح؟ يعني قصدي الحاله دي جوماتيك هارت ديزيز وعندها مايتر فيلف ودي بتقيس كبير يرجع كده معلش للسؤال اللي قبل يعني ايه المانع ان يكون العينه دي جالها ايه؟ يعني انا ممكن اغلس عليك وقايل لك والايكو بتاعها طلع نورمال والباقي الايكو ما فيهوش ثرومبس. هل انا نفيت كده ان جالها حرب الكترونيكس؟ لا، طب ممكن تجيب لي
رقم واحد مثلا بوزيتيف فاليو ديسفانكشن هنا في الحاله دي, ورقم 2 اكسبكتد ريش, والانفستيجيشن ده تعمل فيه نوت جيرنال احنا نشوف ليه في الرينج, ونتكلم بقى عن الاكسبكتد بقى بالتفصيل بقى وطرق الاضراء ايه مش عارف ايه بتاعي. اوكي يبقى ميكارد فانكشن نون اثيروسكلروتيك, يعني هي والله جالها انفلوس صغيره حدثت على كورونا يعني لها كتير من الفاكس, حصل اميليسس, حصل انفلوس تروبس, حدثت على مدين الشيك, بس هخليها رقم ثلاثه فين بقى الكافيين. انت عرفت اللي هو عايزها ايه وليه تتقلبها ايه, بتبدا بالموست كومن الحاجه اللي خبطتها في الدماغ, يعني هي لازم تكون حاجه قوه في الدماغ. انت عندك الكورسز اتريال اتريال فايبريليشن وفنتريكولر انفاركشن ومايوكارديتس والفالف اللي ما بينهم الاندوكاركس والبوثيتيك زائد كله كارديك تيومرز. انت في الاخر بتشوف الكيس ماشي اكتر حاجه في ايه وبتكتب اذرز كود بي ابوسيبل. بس تنفع.
تنفع مايوبسي تنفع كارديك تيومر ما يمنعش يعني بس في الاواخر لان الكيسه مش ماشيه مع كارديك تيومر ده عامل حاجه كتير بالظبط بس اول واحده بروفيتك بالحاجات بتاعتها سواء انفكت من الكاردايتس حتى لو جاي فيفر هو ما قالكش انها هتفرق ما قالكش انها هتفرق هو قال لك ان الريفر ولو هو برايد سيجنال يبقى فيفر يبقى قطعه من دي انت عندك ليست اسباب هتذكرها كلها ماشي انا حافظ الدرس باسبابه ال 20 سبب هيذكروا بس رقم واحد اللي هو عايزه مني واثنين وثلاثة اللي هم اللي برضو حوالين ده وبقيت الحاجات هذكرها ويعني بس كلام ده بقى مستوى الدكتوراه هذكرها بالسبب اللي جاي هذكرها بالسبب او يعني قصدي في حاجات يعني مثلا في الكيسه الثالثه بتاعت السكوب اللي بتقع بقى قال لك ولقيته مرمى فانا ممكن احط السجيره وانت تقول لك يعني اكتبوا اسامي بس يعني سنس ذا لوست ايه وتوماتيس كيس ار لوست مثلا الموست لايك فاكرين ان النوايات اللي قلتها لكم وانت بتاخد اسمي لما تقول ان هو كذا ده كذا ده برضه في تقول والله اذر ديفينشن نوت بوت ليست بوسيبيليتي ديو تو مش عارف كذا ماشي ما اختلفناش ماشي اوكي اي هوب ان انا فهمتكم الكيس اتحل ازاي او الدنيا ماشيه ازاي ماشي 65-year-old female, hypertensive diabetic, atrial fibrillating for 10 years. She recently had her INR not in therapeutic range. She presented with severe pain in her left lower leg. On examination, blood pressure 160 over 100, heartbeat 100 irregular. Normal examination apart from lost pulsations in the left lower limb, in addition to motor and sensory problem. ايه الحاجة اللي خبطتك في الدماغ؟ لورد مسكيني بالجي بي دي لوست بالسيشنز لوست اسكيميا في اللور لينك ايوه ليه بقى عشان ايه وماشي على اي ار والدكتور عمرو ما انت جاي في السهله ليه كده انا صراحه خبطتهم من الابيه فقلت يقول عليها سهله هي اي ان ار از نوت ان فيرويل ايه ملهاش ديفرنشال خالص لا لا ليها ديفرنشال 65 سنه هايبر تنسيف بايتك لو كنت بقى اسيلو فلوريتك عشان دايبيتك بالظبط كده ايوه عشان كنت الدكتور بقى يقف معايا احنا هنحط في الاول شوفوا وقعتوا كلكم ايه واي ان ار واتكلم تفصيليا تفصيليا عن اللي هو السيناريو اللي هو كل ده معانا جاي مش فاشل على النهار جاي على ريتر شومبس بيروح على بتاعه بالايكو بالتراوس وشيء الايكو مش عارف ايه بهاند حاله شومبس فين المفروض معانا دي تمشي على هيبرن وتمشي على الانسان وتمشي على مش عارف ايه وبتاع ولو كان السؤال تريتمنت بيبقى في جزء كبير من التراوسات على تريتمنت وفي بروجكت سكيم اللي احنا بنساه ها وتخش وتبقى فرايد وشيء شومبس وتخش فوق على الكسر طيب ده هو مهم بس انتوا مش عارفين تكتبوا التالت ايه كمان مش دي فيرست ايه مفيش بس قصدي ما تسمعهاش ماشي فيبقى كلنا جالنا الديبريشن بتاعه هو السؤال ده عايز يقول لي ايه مش عارف انتوا ريشن ده لا ممكن تبقى سيمبل اسكيما بعد ما خلصنا الكلام ده قال لك تعالى انا كده عرفت الحاله بس نقرا الكيسه تاني 65 سنه دي عائله كبيره في السن في مين دايابيتك وهايبرتنسيف بتاعها البي ودايابيتك هايبرتنسيف طب ما ايه ده ما دي اختصر ممكن يا جماعه لا هي طب انا اقول لك على حكايه الفورماشن عامل انتجريشن والاي ار دي 3 هل ده يمنع ان الكاونت دي تحصل صح طب امال الواكس والدوم والمسكات واقفين ليه اخر حاجه عمليات طيب القصه مش انت يا فيبريليشن العينه دي ما يجيلهاش فيبروسيميا او توب افريج بروز يجيلها ما عندها كل الفاكتورز بتاعه افريج بروز ايه كده هو ليه فايبر مش عايز ايه تاني عشان يجي لها كريتيكال رومانسي او افريج رومانسي صح او يجيلها اصلا فاكتورز بتاعه الاورطه والفلكس
العرضة تتكسر وتحدث على على النور جيمس صح؟ او يجي لها سايلنت ام اي او يجي لها سايلنت ام اي بالظبط. انت مش هتلمك بس انت في حاجة خبطتها في الاول بقيت الحاجات تحطها بقيت الحاجات تتحط تتحط متحطش ليه تمام؟ معلش ارجع برضه تاني الاول ثانيه يعني ايه فقلنا باي فورد فانكشن الدكتور مشكورا هل كارديو بايبسز ممكن وين بس في الاواخر بقى بدل هارت ديز في الاواخر اهو يعني ما مش معقول يعني انت خدت حاجه وستين سنه وما بتعملهاش ما تعملهاش انت هات يعني طول العمرها يعني في الاواخر ها هتتذكر في الاواخر كارديو تيومر ايه المشكله في السن ده وقت يجينا قرار وعادي كيف مشكلة انت بقيت رسيتها ومعادي وعادي حاجة هيسكتوه بس انت ايه اللي خبطك الاول ايه اللي قلنا قلناه ايه وبعد شوية لما قرينا القصة تبعهم قلنا ممكن يبقى اثيروسكلروزس عادي وبعد شوية دكتور زميلنا قال لا هي اثيروسكلروزس وقلت لها ما يكون الانفكشن كانت سايلنت ولو عندنا ايه وحلال فيه ايه كان ايه بيسترونكس ايه الارتيسة كذا مرة اول مرة هيضبطها الديجنوزس ده اللي هتتكلم عليه تيجي تاني مرة بالقلم الجاف كده دايرة حوالين كل كلمة كل كلمة كلمة دي مخططها لي ليه تمام؟ هو كان الغرض الاساسي من الكيس نمبر 2 ان انا اعرفكم ان التريفرال في منهج الفرست شكرا يا جماعة ماشي شباب اتمنى نكون استفدنا من المحاضره شويه حاجات او شويه كونسبتس طبعا الكلام موجود في الكتب بس احنا عايزين ابروش كان زميلنا لسه عبد الرحمن كان زميلنا بيسالنا ايه بقى الابروش ايه الابروش الانفستيجيشن هي المحاضره مش على الابروش كان انفستيجيشن اساسا ولكن الانفستيجيشن كارديوجرافي الكارديولوجي كلها حاجات محدوده يعني يعني اي انفستيجيشن يا لابس يا راديولوجي الراديولوجي ايه يعني اي سي جي واي سي جي مونيتور وايكو وستريس تيستنج بانواعه وكارديك ام ار اي وسي تي كورونافيس وانجيوجرافي يعني قصدي هي وبايوبسي يعني قصدي كل انفستيجيشن القلب عباره عن ايه؟ طيب في حاجه ثانيه انا نسيتها اي سي جي واي سي جي مونيتور وايكو وكارديك ام ار اي صح؟ وستريس تيستنج بانواعها وسي تي وانجيوجرافي في حاجه ثانيه؟ مفيش يمكن في السنكوب يعني هيقول لك التيل تيبل وبتاع قصدي العرض البريزنتنج سيمبتومز بالاسباب بدخله الاسباب اللي احنا قلناها دي هي اللي هتواجهك السيمبتومز يعني ان انت هتبتدي الموضوع ديزيز بيز دي اسهل انت لو شاكك في سكيميا مسكت كل لسته الاسباب دي اي سي جي هتلاقي فيه كذا اليفيشن ديبريشن تي ويف مش عارف ايه او هلاقي فيه حاجات متعلقه بالاريزم ماشي برولونج بي ار انترفال شورت بي ار انترفال اوف واركنسون اي اف الكومبلكس وايت كومبلكس ليفت موديل برانش فلو ده بيقول في جنريشن في الاي بي نو ماشي تي ويف قصير تي تي انترفال برولونج بي انترفال شورت ماشي ديب سيمتر فيو انفيرجن كل الحاجات دي بتظهر في اي سي جي وانت فصلها حسب انت بتتكلم في درس ايه ماشي اي سي جي مونيتورنج اتكلم في الاتريا فيبريليشن ماشي وسايلنت اف والكريبتوجين ستروك الايكو هتكتب فيه اللي انت هتلاقيه كل مره يعني لو انا اديت سكيميا بتكلم في ايجكشن فراكشن واطيه سيمتر والموشن بديستريبيوشن معينه في ايبيكال انيوريزم الترومبوس بتتكون ده سكيمي لو انا بتكلم في موكب هتكلم عن موكب صحي اسيمتريك ريسبتور هيبرتو فيه جريدينت كذا بالاكسرسايز بالسيستوريك اكتيف موشن بتاع المايتر باك بالمايتر انرجيشن اللي حلاقيه صح الكلام بالليفت اتريوم هلاقيه دايريتد بالدايستوري ديسفانكشن اللي حلاقيها امبيرد صح او سودو نورمال حتى بالتيشو لونجر
ده اللي هو قرر ان هو ار اي هشوف ايه الحاجه اللي انا عايز اتكلم اشوفها ايه او دي في المرض المعين اللي انا هتكلم عليه ستريس تيستنج لو انت بتتكلم اسكيمي الجيوغرافي يا قصدي دخلتك بناء على ايه المرض اللي انت بتتكلم عنه ماشي يعني لو بتكلم في سنكوب مثلا وكانت الكيسه ماشيه كلها مع بازو ديبريسيف سنكوب يبقى حضرتك هتقول لي والله في اي سي جي واي سي جي مونيتورنج وايكو وتلتي مش انت بتطلب الحاجات دي في العياده بتطلب الحاجات دي ولا بتطلب تلتي معاك لا اعمل رسم قلب الاول وايكو ويرجع لك تاني يقول له والله دول اللي وصل لي فكر بقى بالتلتي مظبوط طب لو عيان كبير في السن او انت بتخش في شكل ان هو بيخش في اتاكس حاجه تنشن هتقول له ايه ولا اعمل ليه البيوراتري بلاكريشن بتقول صح ده كان سؤال على فكره عندنا في الاستجابه سؤال كده من واحده فاليو البيوراتري بلاكريشن بتقول ده سؤال واحد وجيب شهر قصدي سؤال مهم يعني قصدي يعني الراجل ده لو انت قلت ايه اللي هو الفرق بتاعه الراجل ده حياته ضغط وحياته ضغط وهو واقف مش شغال بجد طيب
احنا بنتكلم في ايه الدخله اللي دخلت في الفاليو فاند. فقصدي ده ده سؤال كبير على ده مش سؤال صغير. انا بقول الانديكيشن والفاينل الانديكيشنز بتاعت اربع صور على كل واحد هم 10 على فكره يعني لو بدنا نعمل 10 بالثلاثة أربع صفر كل واحد بالفاليوز اللي قلنا عليها مختلفين عشان حلوة كل ايه؟ هو بيجي سؤال على فكرة سؤال بعشرة مين مش بعشرين درجة ولا حاجة ماشي؟ ايه تاني كنت هتسألوني عليه؟ هم مفيش عن ثلاثة مين فين البروتوكول وكونو هو وش مين؟ هو 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 ايه المقصود بيجيبوا منه بس يعني السؤال ايه هم هيجيب منهم هم الثلاثة واحد هو احنا ما يا جماعه ده بيتكلم في منهج وده بيتكلم في منهج وده بيتكلم في منهج هو نفس الكلام انا هحور لك في السؤال هحور لك فيه مفيش مشكله تيجي تقول لك دلوقتي ان هيجيب من كذا ليه نظره التشاؤم دي بس لا بس هتلحق المفروض تلحق تخلص ده كان النظري كويس احنا لما خلص كنا خلصنا الكلينك وبدانا في الكتاب تاني خليت 30 سؤال في كورونا في يوم واحد ليه؟ بابا 30 سؤال في يوم واحد بحاله؟ في يوم واحد لسه ما فيش 30 سؤال مين كلينك اصلا؟ طيب ايه سؤال تاني؟ طب ايه سؤال في المحاضره؟ هو ممكن يستخدم في التيبل بس هو ليه اعمله اعمل عين في التيبل حاجه مش خاصه في العياده بسهوله انت هتقعد العيان وتقيس له الضغط وتوقفه 3 دقائق وتقيس له الضغط بس يعني هو مكتوب هو مكتوب انا ممكن اعمل ادولات بلاك بريشر مونيتورنج وممكن اعمل في التيبل في البوستشر هايبرتنشن الاثنين مكتوبين بس هاي ان انت تقيس بطل شنجرين ستاندنج او بعد ما يقف ثلاث دقايق ده مش هحط ولا كده يعني ميجر بطل شنجر في السباين ستاندنج ولا وش هحط انت اكتر من كام فور في البطل شنجر يعني لو الدكتور قال لها ضغطها 120 80 وقف لو قال لي عن كام اقول ده عندها 20 كام سباين 20 10 صح؟ تمام كل كلمه وتطلع منها المعلومه زي ما قلنا دايابيتس ممكن هايبر او هايبر تيس ممكن هايبر او هايبر ماشي ستروك ممكن تي اي اي يعني السؤال مثلا مره
ميرمر قد ايه بالظبط؟ انت ممكن تكتب كثير تكتب شويه ازاي تاخد الثانيه اللي هي فكره هنا ما فيش حد ما يعرفش ازاي يعني مين ميرمر قد ايه؟ يعني ممكن تجي له سؤال هي ايه الميرمرز اللي في السيناريو ده؟ واحد بنص صفحه، اثنين بنص صفحه، ثلاثه بنص صفحه، او ربع صفحه. هو كده السؤال ولا لا اول بس حلو قوي ده كده ده كده هو بدا لك سؤال قيسي عادي. ايه الميرمرز ايه الميرمرز تسمع هنا؟ الفي اس دي والمايترال جاج والتراكتر اللي نزل والاورتك راديشن ده سؤال ده سهل جدا والديفرنشيشن بقى بالديناميك اوكسبلتيشن بس ده سهل ده مش كيسه ده سهل التايم بتاعك كنت بتبقى ده ايه السؤال ده وايه يعني انا مثلا في ايه هنا فاقول ايه الميرمر ده يبقى بي اس دي هارد ده هو ده موضوع جديد مع الاستيجيشن ايبورت عشان نشوف عمل الفيلم والفيلم بتاعه كله اللي خدها هنا او كل عمود اللي ساكن وبعدها عشان كل الفيلم هنا هتتكلم فيه الحته دي طب ما انت شرح الباكو ما انت الرايت ريجيشن ممكن تتكلم عليه كله سوفت فلور ميرمر مشروع كذا وراجيش كذا وراجيش كذا وراجيش كذا ومعاه كذا الأسئلة دي قصيرة دي طبقات سريعة كده مش دي اللي بتبقى على فكرة بس ما تنساش حاجة من لسه ماشي هو بيتكلم في نظري هو بيتكلم في نظري في أسئلة كتير زي محمد الحصري دكتور عادل ماشي شباب اي اسئله ماشي حاجه ان شاء الله فلاش انت بس اوكي بسرعه اذا حد احنا عندنا النيو انا